السلام عليكم. النهارده ان شاء الله معانا محاضره انا مستنيها بقالي فتره كبيره جدا، لان انا فعلا حابب ان انا افهمها، اللي هي العماره الحركيه والمنشات القابله للتحويل. ومعانا الاستاذ الدكتور حسين عصام ابو الفضل محمد، مدرس بقسم الهندسه المعماريه جامعه الزقازيق، وحصل على درجه الدكتوراه في تصميم المنشات القابله للتحول جامعه ليفربول المملكه المتحده اكتوبر 2020، وحصل على درجه البكالوريوس الهندسة المعمارية عام 2007 وماجستير الهندسة المعمارية 2012 من كلية هندسة جامعة الزقازيق، وخبرة 13 عام بالعمل الأكاديمي والمهني بمصر والمملكة المتحدة، وشارك بالعمل في عدد من المكاتب الاستشارية في مصر والمملكة العربية السعودية. إن شاء الله محاضرة ممتعة، وجزاكم الله كل خير يا دكتور على قبولك بتشريفنا في المحاضرة. وأنا فعلا يعني المحاضرة دي مستنيها بقى لفترة طويلة، يعني عشان عايز أفهم القصة دي، فجزاكم الله كل خير يا دكتور. خليك يا دكتور، ده شرف لينا يا فندم والله ان احنا نقدم المحاضره دي، يعني تحت مظله بيم ارابيا وتحت اداره حضرتك، وده حاجه يعني نسعد بيها جدا، واتمنى انها تكون عند حسن ظنكم باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت واضح ولا انا بس ما... تمام دكتور، الصوت واضح. ماشي، شكرا لحضرتك. طيب، هي محاضرة عنوانها Kinetic Architecture and Transformable Structures، اللي هي في ترجمات كتير بالعربي كلمة كينيتيك على أساس إنها ناس تقول إنها العمارة الحية أو العمارة الحركية. في بعض المصطلحات التانية زي كلمة عمارة ديناميكية أو الكلام ده. برضه Transformable Structures في ناس كتير بتسميها المباني قابلة للتحول أو مباني متحولة. فأنا فضلت إن أنا أخلي المحاضرة الكلمات فيها بالإنجليزي على أساس تسهل على الناس إنها بتعوز تعمل سيرش على أي معلومة تلاقي المصطلحات واضحة وصريحة، لأن للأسف اللغة العربية برضه ساعات ما بنكونش إحنا موفقين في الترجمة الدقيقة ليها يعني. فهدف المحاضرة دي ان احنا نبتدي بس نعرف معلومات مبدئيه عن ايه العماره الحركيه والعماره الديناميكيه او العماره المتحوله او قابله للتحول، نعرف بعض المصطلحات والكيوردز اللي ممكن نستخدمها بعد كده لما نعوز نعمل سيرش على الموضوع ده، برضه نعرف بعض الاساسيات والاعتبارات التصميميه والادوات اللي ممكن نستخدمها في تصميم النوعيه دي من المباني، وايه اللي ممكن نقراه لو حبينا نوسع معرفتنا بالموضوع ده او معرفتنا بالموضوع ده. المحاضرة هتبتدي بمقدمة يعني ايه عمارة حركية وايه هي انواعها، Defining Transformable Structures and Their Typologies، انواع العمارة المتحولة او المنشآت المتحولة او قابلة التحول وانواعها، Applications of Transformable Structures اللي هي التطبيقات بتاعت العمارة قابلة التحول، و Design and Technical Requirements and Considerations اللي هي الاعتبارات التصميمية والتقنية الخاصة بالعمارة او منشآت قابلة التحول، ومجموعة أمثلة لأساليب الـ Design and Evaluation Tools، بعض البرامج اللي ممكن نستخدمها في التقييم والتصميم، ومجموعة المراجع اللي ممكن نستعين بيها بعد كده للقراءة المستقبلية. هنبتدي بمقدمة، هنقول سؤال بسيط جدا، هل التكنولوجيا تعتبر وسيلة لأن احنا نفتح إمكانيات أو نفتح او يبقى عندنا possibilities ان احنا نعمل حاجات جديدة وكده، ولا هي محدد بيحكمني في التصميم؟ في بعض الناس اللي هم بيتكلموا في النقطة التكنولوجيا عامة، يعني مثلا نيجي نقول الطلبة نيجي نطلب منهم تصميم معين، فبتلاقي في طلبة بتحكم التصميم بتاعها بالtools اللي هي عارفاها او بالtechnologies اللي هي عارفاها، تقدرش تفتح او تفتح في الكرياتيفيتي او في الابداع بتاعها بسبب عدم درايتهم بالتكنولوجيا او محكومين بالتكنولوجيا اللي هم عارفينها. فهو المفروض ان التكنولوجيا دي تبقى حاجة بنسخرها للتصميم بتاعنا انها تفتح مجالات في الكرياتيفيتي عندنا او في الابداع عندنا. في سنة 2007 جه فيشر عامل مقترح لناطحة سحاب المفروض انها تتعمل في دبي، وحتى الان لغاية دلوقتي ما اتنفذتش على حد علمي، يعني ان كل دور بيلف بشكل منفصل
وكله بيلف حوالين كور واحد في النص. وبعدين قال ان هو invented the dynamic architecture واخترع العمارة الديناميكية، وان منشأ زي ده ممكن يحقق حاجات كتير جدا، سواء كانت حاجات وظيفية او بيئية او ما الى ذلك يعني. بس حاجة زي كده فعلا مثيرة للاهتمام، موضوع ان المبنى يكون بيتحرك، هل هو له غرض وظيفي ولا غرض بيئي ولا ايه غرضه بالظبط يعني. فعندنا سؤالين مهمين جدا، Why is movement needed؟ احنا ليه عايزين الحركة اصلا؟ و How it is achievable؟ انا هعملها ازاي لو انا فعلا شايف انها مهمة؟ مبدئيا احنا العمارة تبقى كأنها موازنة بين الـ appearance والـ usability، بس أنا من الناس اللي بترجح كفة الـ usability أكتر. في ناس تانية مثلا ما بتحبش الموضوع الـ function وبتحاول توازن الاتنين على قد ما تقدر، بس هو في الأول وفي الآخر هو function هو الأساس، أو هو ده اللي بيحكم عندنا الموضوع. نيجي نتكلم على الحركة نفسها، فنيجي أول كتاب اتكلم في الموضوع ده وحط تعريف لكلمة كينيتيك أركتكشر كان واحد اسمه ويليام زوك وروبرت كراك، الاتنين دول عملوا الكتاب سنة 1970، وحطوا كوت لشارلز داروين قال الجملة دي: There is a frequently recurring struggle for existence. It follows that any being, if it varies however slightly in any manner profitable to itself, under the complex and sometimes varying conditions of life will have a better chance of surviving. هو حب يحط الكود ده عشان عايز يوضح شيء، قال ممكن تظهر او تنبني وتتطور، وانها ممكن تنمو وتتطور وتوافق او تاكسبت changes او تبقى flexible او تتجاوب مع التغيرات اللي ممكن تحصل، سواء كانت تغيرات في الاحتياجات الوظيفية أو الاحتياجات التكنولوجية أو أي يكن نوعية الاحتياجات اللي ممكن تخلي مبنى ممكن يتغير في شكله. ونفس الوقت برضو المبنى ممكن يموت، ده لو انت فعلا لجأت في الآخر انك تحتاج انك تهده، أو تحتاج ان انت تلاقي مرة واحدة ان انت هجرته أو ما عدتش بتستخدمه. فمبنى ممكن يكون قائم بس هو ممكن يموت، ليه؟ لان انت ما بقتش بتستعمله فبقيت هجرته. هنقول مثال بسيط وواضح ان الحلول المعماريه، مثلا ممكن نقول حلول الثابته زي ما احنا كلنا عارفين الهرم مثلا. انا بقول المثال ده مش تقليلا من شان الهرم، بس احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش ايه وظيفته. وظيفته ممكن تكون حتى مش دوكيومنتد او اي حاجه، احنا ما نعرفش لسه بالنسبه لنا ميستري. في مباني كتير طبعا كده، بس انا جبت الهرم لانه شوف هو لغايه دلوقتي عايش ولغايه دلوقتي موجود، بس هو بالنسبه لنا يعتبر ميت، لان هو فعلا احنا مش شايفين له وظيفه غير ان هو بقى معلم سياحي وخلاص. نيجي نتكلم برضه عن بعض الحلول المعماريه اللي حاولت تعمل فليكسبيليتي، زي ميس فاندرو لما عمل فكره اليونيفرسال سبيس، وقال ان احنا عندنا ممكن نعمل مسطح مفتوح وكور في النص وخلاص، وكل واحد عايز يغير الاستخدام يعمل اللي هو عاوزه ويغير التقسيمات زي ما هو عاوز. فدي فكره اليونيفرسال سبيس او حته تعدديه الاستخدام، دي ظهرت في فتره الخمسينات. فجيت اتكلم في الكتاب ده عن كلمه البروبلم اوف تشينج او مشكله التغيير، احنا بنتعامل معاها ازاي. فقال احنا في العادي كمعماريين بنحل الحلول اللي هي الاستاتيك، اللي لو قلنا المنطقة المظللة دي هي الاحتياج والخط الأسود اللي حواليها ده هو المنشأ اللي احنا عملناه، فاحنا بنحل المنشأ بناء على تحقيق رغبات أو احتياجات معينة في عصر معين. بس مع الوقت الاحتياجات بتتغير، وممكن المنشأ بتاعنا يكون ثابت، وساعتها ممكن ما يوفقش في إن هو يتوافق مع التغيرات اللي ممكن تحصل. زيادة في مرونة احنا ممكن نلجأ لليونيفرسال سولوشنز زي ما ميس فاندرو عمل، وهو في الاخر بيقول ان ده وان سايز فيتس اول، وفي الاخر مش هيرضي حد يعني. وفي الكتاب ده هو قال ان كلمة كينيتيك هي العمارة اللي ممكن تستجيب للتغيير مهما كان نوعه ومهما كان شكله. بس طبعا الاستجابة عامة it is not attainable، هو ده مش perfect، لأن perfection ده حاجة بتاعت ربنا، perfection is God's business، الكمال لله وحده زي ما بنقول يعني.
أبسط مثال هو قاله ده منشأ كاينتك هي المباني الطين. والغريب في الموضوع لتفسيره الكتاب الموضوع ده كان جميل جدا، إن منشآت الطين فعلا عندها قابلية كبيرة جدا إن إحنا ممكن نوسع فيها. بتلاقي اللي عنده واحدة من بيت الطين يقدر يزود أوضة فوق، يزود أوضة على الجنب، يكبر الفراغات، ويستخدم ظروف من الخشب، بيستخدم ماتيريالز من الطبيعة. وحتى لو أنا استغنيت عن مبنى وأصحاب الوحدة خلاص هجروا المبنى، مع عوامل الطبيعية بيموت لوحده وبيندثر مع الإيه؟ مع التراب، مبقاش له أثر، سواء كان مبقاش له أي أثر سلبي على البيئة يعني. تمام؟ بس إحنا برضو تركيزنا في المحاضرة هنا على المباني اللي بتتحرك أكتر. عناصر بتتحرك موجودة معظمنا بنستخدمها بشكل واضح، زي الكراسي اللي بتطبق زي ما شفنا مثلا في اللوحة اللي هنا، في جدارية مش فاكر في معبد ايه بالظبط، بس استخدم الكرسي ده يعني تصميم، يقولوا ان ده تصميم كرسي مفصلي قابل ان هو يتطبق. زي برضو الحاجات اللي هي الشمسيات اللي ممكن تتحرك زي اللي موجودة في العمارة الآشورية، كراسي اللي هي الكاوبوي دي برضو قابلة للتطبيق. برضو الخيام، الناس استخدام الخيام ده من الحاجات اللي تعتبر كينيتيك سوليوشنز، انها تقدر تطبقها وتاخدها في أي مكان أنت عاوزه، تقدر تفردها، تقدر تستخدمها في أي مكان، وبتكون خفيفة في الوزن، وبعضها بيقبل التعديلات في التصميم زي الخيام البدوية اللي ممكن نستخدم فيها بارتيشنز من القماش والكلام ده، فأقدر أعدل في تقسيم الفراغات الداخلية. بعد كده كان في بعض الناس يعني بيقولوا ان كان التغطية بتاعت منشأة زي الكوليزيوم كانت مصنوعة من الخيام القابلة انها للتطبيق. هي ما فيش حاجة دوكيومنتد بتقول كده قوي، بس بعض الباحثين بيقول ان كان في اللي في المنشأ اللي ممكن تحقق حاجة زي كده عن طريق استخدام الحبال والخيام، خاصة إن الرومان كان لهم خبرة قوية جدا في صناعة السفن، فيقدروا يعملوا أشرعة والكلام ده والخيام في تغطيات بحور واسعة زي كده. برضه كان دافنشي له نصيب كبير جدا في بعض التصميمات اللي زي بيسموها السيزون ميكانيزمز أو المنشآت ذات المقصات، وده هنتكلم بعدين عنها. زي تصميم اللي هو الميكانيزم اللي على الشمال ده، هو بيتطبق على شكل مقصات مع ألغوص، زي اللي في النص ده عبارة عن حاجة زي الأمبريلا أو زي الشمسية، واللي على اليمين ده كوبري بتقدر تفكه وتركبه. فده كل دي تصميمات معتمدة على الأعضاء الفراغية اللي ممكن قابلة للتحول أو إنها تغير من شكلها. في واحد برضو اسمه إيميلو بريز بنيرو، ده من الناس القوية جدا في الموضوع الـ Transformable Architecture. هو استخدم فكرة المنشآت ذات المقصات في إن هو استخدم إن هو عمل زي التندة دي كده، ممكن يحملها على العربية وتتفرد بشكل تلسكوبي، وبعد كده تتفرد وتدي قبة بمسطح كبير. برضو في واحد اسمه شاك هوبرمان، ده عمل تصميم لحاجة اسمها الانجوليتد سيزر ميكانيزم أو المقصات المتنية، وده هنتكلم برضو عن نوعياتها بعدين. بس الفكرة هنا ان هو زي ما انتم ملاحظين في الصورة ان الكورة مهما مع حركة التحول هي كانت وهي مضمومة على شكل كورة وهي مفرودة على شكل كورة، ما تغيرش شكلها، على عكس التصميم اللي فات. لو خدنا بالنا هنا هتلاقوا التشكيل هنا شكل اسطواني وبعد كده اتفرد على شكل، انما في هوبرمان هي بداية كانت كورة ونهايتها كورة في نفس الوقت. تمام؟ برضه من ضمن الحلول المتحركة الخيام، زي الخيام القابلة للضم زي الشمسيات أو الخيام اللي معمولة في الحرم النووي زي جامع الحسين عندنا. ودي برضه من تصميم بودو روش، ودي من برضه من أنواع المنشآت اللي بتعتمد على الـ special bars أو الأعضاء الفراغية القابلة للتحول. ده برضه ما خلناش ننسى إن في نوعين من المنشآت القابلة للحركة اللي هي منشآت الدوارة زي البرج اللي إحنا شفناه في الأول خالص بتاع ديفيد فيشر. بس طلع القصة بتاعت المنشآت الدوارة قصة كبيرة جدا، وكان في ناس
حاولت تعمل تصميمات من سنة 1890، زي هنا مثلا في واحد كان عامل تصميم لمبنى مقاوم للأعاصير، بحيث إن هو يقدر يلف مع حركة الإعصار بالشكل ده، لو الإعصار جه كده فهو يقدر يلف معاه ويستجيب ليه. برضه كان سنة 1881 كان في أحد السجون كانت متنفذة إنها يكون فيها حركة من جوه، إن يكون في مشرف واحد على السجن بره، والسجون دي بتلف بشكل دائري أمام المشرف بتاعها بحيث محدش يهرب من السجن. برضه كان في العجلة بتاعت فيريس ويل اللي بتتحرك بشكل رأسي، ودي مشهورة جدا ولغاية دلوقتي إحنا بنستخدمها كأتراكشن. ده كله كان في القرن 19. برضو من الحلول الجميلة جدا كان في حاجة اسمها الروتيتنج سولاريومز، أو المنشآت اللي كانت بتلف عشان خاطر تخلي المرضى، خاصة مرضى الروماتيزم، معرضين لأشعة الشمس بشكل أكبر. فكانوا بيعملوا مستشفيات بحيث المرضى يكونوا قاعدين في السراير هنا والمبنى يلف مع حركة الشمس، بحيث إنهم طول النهار حركة المبنى. فده كان معمول في فرنسا في سنة 1935. وكان في إنجلترا عملوا من النموذج ده أكواخ صغيرة ممكن الناس تجيبها وتحطها في البيت، وبرضه فيها نفس الفكرة، وحلو برضه للسيلف ايزوليشن، خاصة لو المريض عنده أمراض صدرية معدية، فممكن يتحط في الكشك ده في الجنينة بره البيت، وبرضه يتلف بشكل يدوي مش بمواتير ولا حاجة، بحيث يتعرض برضو طول النهار لأشعة الشمس. كان برضو من ضمن المباني بتتحرك بشكل دوراني كان مبنى اسمه كاسا جيراسول، ده في إيطاليا سنة 35، كان معمول بالخرسانة، وكان مبنى تقيل جدا، وكان أثناء حركته بدأ يظهر فيه شروخ، وده اللي خلى المصمم بتاعه يحط كليدنج مصنوع من الألومنيوم أو التيتانيوم على ما أتذكر، عشان يداري على الشروخ اللي حصلت في المحارة بتاعة الحيطان. كان في أقاويل بقى إن قصر البارون عندنا في مصر بيلفوا كده، بس ما أعتقدش إن دي حقيقة، بس ده أقدم حاجة دوكيومنتد بتلف بتكون منشأة من خرسانة أو بتكون منشأ تقيل. برضه في فترة الخمسينات ظهرت موضة المطاعم اللي بتلف، زي ما حصل عندنا في القاهرة في برج القاهرة، أو في برج سبيس نيدل في سياتل في أمريكا، أو في برج شتوتجارت. فهي كانت جت فترة كده كانت موضة المطاعم الدوارة. نيجي بقى، إحنا اتكلمنا عن جزء تاريخي شوية، هندخل على حاجة بسيطة جدا. هو في ناس يعني حتى هتلاقوا في أبحاث منشورة بتتكلم عن كلمة كينيتيك أركيتكشر، عن إنها التشكيل الموحي بالحركة، وده الموضوع اللي احنا مش هنتكلم فيه خالص، احنا هنتكلم على المنشآت اللي بتتحرك فعليا. انا جبت مبنيين مصممين من نفس الشخص، سانتياغو كاليترافا. التشكيل ده هو تشكيل يوحي بالتحرك، وفي ناس بتسميه كينيتيك اركيتكشر، بس هو مش بيتحرك، انما ده ارت ميوزيوم، ده بيتحرك على شكل طائر في اتجاه ده وبشكل محوري. فاحنا مش هنتكلم عن التشكيل ومحور التحرك، احنا هنتكلم عن المباني بتتحرك. في النهاية هنتكلم عن تعريف الكينيتيك اركيتكشر، هو تصميم المباني design of buildings in which transformative mechanized structures change with climate need or purpose. هي منشآت اللي ممكن تتحرك او تتغير، او فيها عناصر ميكانيكية اللي ممكن تتغير مع احتياجات مختلفة، سواء كانت بيئية أو وظيفية. في مصطلحات كتير جدا زي كلمة dynamic, mechanized, interactive, adaptive, deployable, reconfigurable, portable, responsive, movable, mobile, transformable, demountable. كل دي مصطلحات تندرج تحت كلمة kinetic architecture. بس عشان نعرف مين تبع ايه، او ممكن نصنف الموضوع ده، في ناس حاولت تصنف الموضوع ده، زي واحد اسمه مايكل فوكس في معهد ماساتشوستس في امريكا في MIT، كان عمل تصنيف للكينيتيك اركيتكشر على انها ثلاث انواع رئيسيه: امبيدد، ديبلويبل، وديناميك. والديناميك بيندرج تحت ثلاث انواع: موبايل، انكريمنتال، وترانسفورمبل.
امبيدد اللي هي المباني المتجاوبة مع الأحداث الخارجية بدون ما يظهر عليها شكل حركة فعلي، زي منشآت المقاومة للزلازل. المبنى ده العمدان بتاعته بيحصل لها تويستنج لما يحصل زلزال، بتلف حوالين محورها، بس المبنى نفسه ما فيهوش أي شكل حركة، هو الحركة بتحصل ساعة لما بيحصل الزلزال. ديبلويبل هي المنشآت اللي ممكن نحركها من مكان للتاني، وهي ممكن تكون فيها ميكانيزمات إنها تكون قابلة للضم والبسط أو إنها تكون بتتطبق، زي الخيام وزي حاجات كتير جدا إحنا عارفينها. في بعد كده ندخل في الديناميك، في الموبايل زي المباني ممكن تتحرك زي ما هي، ممكن استخدامها أثناء الحركة، زي مثلا ممكن السفن تندرج تحت كلمة موبايل دايناميك اركتكشر، إن هي تعتبر منشأ بيتحرك على البحر، يعني منشأ أقدر استغله وهو بيتحرك من مكانه. في الانكريمنتال هي المباني اللي ممكن تزيد وتنقص، بان انا ممكن اكبر فيها او انا ممكن تستخدم بوكس يونت، زي بلاجن سيت اللي عملوه اكيجرام، او زي التصميمات اللي اتعملت بمدرسه الميتابوليزم، هي معتمده على بري فابريكيتد يونتس، وبتزيد وبتقل، او ممكن تكبر المنشأ بان انت بتزود يونتس او تشيل منه يونتس لو عايز تعدل فيه. واخيرا ترانسفورمبل، اللي هي ده النقطه اللي هنتكلم عنها بالتفصيل النهارده، اللي هي المنشآت الثابته في مكانها وفيها حركه. ساعات بيحصل خلط برضو ما بين الديبلويبل والترانسفورمبل. ديبلويبل هي المنشأ اللي تقدر تضمه وتفرده في اي، ومع قابليه التنقل، يعني انا اقدر اشيله واحطه في اي مكان تاني. انما الترانسفورمبل هو منشأ ثابت في مكانه وبيقدر ينضم او يتفرد او يتحرك، بس هو ثابت في مكانه. الفرق ما بين الاتنين ايه؟ هو الفرق ان الترانسفورمبل بيحتاج زيادة اكتر في ان احنا نحط مجموعة اعتبارات زيادة للاستجابة مع الوسط المحيط. زي مثال هنا الخيام المعمولة في الحرم النبوي، معلش هو الكابشن مكتوب غلط، هتلاقوا ان التصميم برضو حاول يحط شوية فيتشرز او شوية رسومات بحيث تكون ملائمة اكتر للجو العام، ان ده مسجد. غير هنا، هو هنا ما حطش اي حاجة، ده حاجة ميليتري، وبرضو في نفس الوقت هو مش لازم يكون يعبر عن شيء، هو كده كده منشأ مؤقت وغير دائم، فممكن يتشال ويتحط في مكان تاني، فمش لازم يكون في استجابة للموقع او للوسط المحيط. عشان كده الترانسفورمبل اركتكتشر عامه في التصميم بيبقى فيه اعتبارات ازيد بكتير جدا من الديبلويبل اركتكتشر، على الرغم من ان الاثنين ممكن يستخدموا نفس الميكانيزمات او نفس اساليب الحركه. طيب نركز بقى في الترانسفورمبل اركتكتشر او منشات القابله للتحول. هنقول انها ترانسفورميشن عامه ممكن يحصل في اربع حاجات، ما بيحصل في حاجه داخليه في المنشا للانتيريور كومبوننتس، او ممكن يكون عنصر من المبنى بيتحرك من مكانه، او السقف بتاع المبنى، او عناصر في الواجهات. انا مش هتكلم في الانتيريور النهارده، موضوع الانتيريور كبير جدا وفي حاجات كتير جدا، بس ده ما يمنعش ان الميكانيزمات اللي هتكلم عليها ممكن تتطبق في الانتيريور عادي. فهنتكلم بعد كده، طب انواع التحول او انواع منشآت القابلة للتحول. في باحث كان اسمه ميزر عاصفي، هو سنة 2010 كان بي اتش دي بتاعته في المنشآت القابلة للتحول، وكان برضه في جامعة ليفربول. صنف المنشآت القابلة للتحول لنوعين اساسيين. النوع الاولاني اللي هو التنسايل ستراكشرز، والنوع الثاني بيندنج اند كومبريشن ستراكشرز. الاولاني معتمد على الشد، والثاني معتمد على الضغط والانحناء. منشآت الشد زي المنشآت اللي هي التنسايل ممبرين او اللي هي ذات اغشيه مشدوده، زي المنشآت الخياميه عامه، او كومبريسيف تنسايل زي نوع من المنشآت اسمه التنسجريتي، اللي ممكن يكون في منه نوعين، يا اما هو كيبلوسترات او تكستجريتي او تنسيرتي، ثلاث انواع، او يكون نون تنسجريتي. بيندنج كومبريشن ستراكشرز في منها نوعين، السبيشال بار والسبيشال فريم. السبيشال بار هو في منه نوع اسمه بانتوجرافيك، وفي ناس بتسميه سيسور بير ميكانيزم، وفي نوع تاني اسمه ريسيبروكال.
اللي هي المنشآت اللي بتسلم لبعض، او ما اعرفش هي يعني ترجمتها بالعربي التبادليه استلاميه او حاجه زي كده، ان هو هنتكلم بالتفصيل عنها. بس هي مبدئيا هي كل واحده مرتكزه على العنصر اللي بعديه، كل عنصر انشائي مرتكز على العنصر اللي بعديه. والنوع الاخير هو سبيشال فريم، هو معتمد على السبيس تراسس او الفريمز اللي هي ما فيش فيها تطبيق، بقى هو الفريم زي ما هو بيتحرك زي ما هو من مكان. لو هنبتدي اول بالسبيشال فريم، ففي من ضمن الامثله هو طبعا المبنى بتاع ديفيد فيشر، لان هو كل عنصر من دول يعتبر سبيس فريم بيتحرك مع نفسه ومرتكز في الاخر على اكس واحد او كور خرسان واحد في النص. هنيجي بعد كده، طب ده عامل زي سبيس فريم برضو، بس الحركة بتاعته حركة خطية، وده معمول من الخشب. بس انا جبت المثال ده تحديدا لان هو برضو حتة الاستجابة للوسط المحيط، مش معنى ان انا بعمل حاجة هاي تك او حاجة فيها حركة ان انا ما استجيبش للوسط المحيط. فالمنشأ ده كان معمول لان هنا في هنا بحيرة كان غير مسموح البناء عليها، وهو الراجل يعني عايز يعمل اكستنشن فوق البحيرة من غير ما ايه من غير ما يبني عليها، فراح عامل الفراغ بتاع الصالة بيتمدد فوق البحيرة دي او ينكمش تاني. في نفس الوقت في فترة الشتاء الحيطان هنا سمكتها بتبقى ازيد طبعا، فبيدينا عزل اكتر. مثال تاني للستراكشر كومبوننت، حركة سبيس فريم اللي هو ستات فونكس. ستات دون في حركتين، في حركة للأرضية اللي نجيل البر، وفي حركة للسقف حركة خطية. زي ما قلنا سبيس فريم عامة حركته ما فيش فيه تطبيق أو في أي حاجة، هو بيتحرك زي ما هو إما بشكل خطي أو بشكل دوراني. ميزة الستات دون إن هو اتكلف 450 مليون دولار، وفي السنة الواحدة حقق 150 مليون دولار كعائد. ازاي؟ ان هو عشان قابلية التحول بتاعته مكنته من هو يقدر يعمل كذا نشاط في وقت واحد، وفي نفس الوقت هو عشان مبنى واحد اقدر اعمل فيه كرة قدم، اقدر اعمل فيه حفلة، اقدر اعمل فيه اي حاجة. فتعددية الاستخدام خلت امكانيات الحجز فيه حتى صعبة، لان هو بقى مبنى واحد اقدر اعدد استخداماته، اقدر استخدمه كذا استخدام. السكيدولز او الجداول بتاعة الحجز مواعيد فيه بقت فعلا مكتظة، فقدر يحقق عائد أكبر من إن هو يكون كذا مبنى بالأنشطة المختلفة دي. خاصة معظم الأبنية الرياضية هو ممكن يكون على قد الماتش الكورة مثلا الساعتين اللي اشتغلهم في الماتش، بعد كده خلاص تلاقي مبنى فاضي أو مبنى مهجور. إنما مبنى زي ده ممكن يستخدم على مدار اليوم في خلال جميع أيام السنة، سواء كان صيف أو شتاء أو أي استخدام تاني. من ضمن برضو المنشآت اللي بتتحرك، ويمكن ده من الحركات المميزة جدا، وإن كان حصل فيه مشاكل إنشائية كتير، بس حركة المنشأ ده إن هي حركة خطية في الاتجاه ده، والجزء ده بيتحرك حركة دورانية كده. ده استاد سكاي دوم روجر سنتر موجود في تورونتو في كندا، وده كان بيقول إن هو بيقدر يتحمل أحمال سلوك لحد 5 متر فوق السقف اللي بيتحرك. وده طبعا عشان خاطر اقدر استخدم المنشأ في كل فصول السنة. برضو من ضمن المنشآت هو ستار لايت سياتر، ده حركته حركة محورية لفوق باتجاه الأعلى، وكان ده طبعا عشان يحول الفراغ من ان دور لاوت دور، وفي نفس الوقت بيقدر يدي افكت مع مثلا بداية الاوركسترا في المسرح، يقدر يعمل مثلا الحركة في السقف ده بحيث تدي نوع من الانبهار او نوع من الاتراكشن للناس اللي هم موجودين، او حاجه دراميه موجوده مع الموسيقى اللي شغال. بعد كده هندخل نوع تاني اللي هي السبيشال بار ستراكشرز، وهنركز اكتر في البانتوجرافيك اللي هي منشات ذات الاعضاء الفراغيه اللي ممكن تطبق بميكانيزمات زي مقصات. البانتوجرافيك ستراكشرز في منها نوعين، في انواع اللي هي باعضاء ستريت او مستقيمه، في انواع اللي هي الاعضاء المنحنيه. زي ما قلنا من في الجزء التاريخي، الاعضاء المستقيمه هو زي الميكانيزم اللي كان عامله ايميليو بريسبنيرو، فما قلنا ان كان مشكلته لما نيجي نعمل اي شكل دوراني
هو ساعة التطبيق بيطلع على شكل اسطواني، بس الوقت ما اقدرش اعمل بيه برضه كلوزد لوب، لان لو عملت كلوزد لوب بميكانيزم كله ستريت بارز مش هيتحرك اصلا. وكان الانجوليتد بار اللي هو اختراع هوبرمان اللي هو دون، هو ده اللي يقدر يحقق الحركة لو في كلوزد لوب او في حالة مقفولة. برضو من ضمن الحاجات حركة الأعضاء الفراغية زي متحف ملواكي، وده كان معمول إن هو مجرد يبقى سان شيدنج وفي نفس الوقت أتراكشن للسياح. ده برضو منشأ كان تصميم سانتياغو كاليترافا، كان عمل حركة للمنشأ بتاع سيتي أوف آرتس أند ساينس فالنسيا في سبين، إن هو على شكل حركة العين، جفن العين بيفتح ويقفل بالشكل ده. نخش بعد كده في الانجوليتد بارز، هتلاقوا هنا كلها تقدر تصمم بيها كلوزد لوبز على عكس الستريب بارز، وممكن تعمل بيها اشكال زي الاوبب اللي اتضمت فوق او كوره كامله تقدر تضمها وتفردها. من ضمن طبعا معظم مشاريع شاك هوبرمان معتمده على ميكانيزم ده، لان هي ده الاختراع بتاعه اصلا. منها برضو زي الايرس دوم، هتلاقوا الحركة بتاعتها هي كل عصب من دول كل ده خط واحد، وهنا في 4 دراعات هيدروليك جوه بتقدر تفتح وتقفل شكل الايه السقف الموجود ده. بعد كده هندخل في النوع اللي بعديه اللي هو السبيشال بار ريسيبروكال، اللي هي المنشآت التبادلية أو الاستلامية، أنا معرفش أقدر أترجمها بالعربي إزاي، بس فكرتها إنها بتعتمد إن كل عصب من دول بيرتكز على العصب اللي بعديه، وبيديني هنا حاجة زي الرينج بيم في النص. بعض المنشآت إنها ممكن تكون سنجل، يعني تكون واحدة بس معمول فيها الموضوع ده، أو تكون كذا واحدة جنب بعض، أو ممكن يبقوا كذا واحدة جوه بعض، لان طالما الحلقه دي بتعمل معامله الرينج بيم فاقدر ارتكز جواها، احط جواها منشا ريسبروكال تاني، واقدر احطها منشا ريسبروكال تاني جواها وهكذا. ممكن حركتها تبقى حركه عامله زي حركه عدسه الكاميرا لو احنا استخدمنا فيها بليتس نغطيها، فهتلاقي ان كل واحده من دول مرتكزه على اللي بعديها، وتقدر تحركها بشكل دوراني وتقدر تفتح وتقفل بالشكل ده. ضمن الحاجات المعمولة استاد كويشونغ في الصين شنغهاي، معمول فيه برضه نفس الفكرة إن كل واحدة مرتكزة على التانية، فكل اللي هو محتاجه هو عمود موجود في النص هنا وشايل عليه السبيس تراس ده، وكل واحد من دول مرتكز على التاني، فبيعامل الجزء الأوسط ده على إنه رينج بيم تتحرك معاه من بره لجوه، كل واحد مرتكز على التاني. برضه هو قال ان هو الكونسبت بتاعه في التصميم انها على شكل ورده اسمها ورده منجولينيا او حاجه زي كده، ودي ورده مشهوره في المنطقه دي في البلد، فحب يعني ايه يقول ان انا عملت ميكانيزم وفي نفس الوقت خدت تشكيل متوافق مع الايه مع البيئه المحيطه. جه بعد كده ده برضه من ضمن الميكانيزمات اللي دخل فيها كذا حاجه مع بعض، ان هي ريسبروكال بليت مع بانتوجراف، وده من تصميم شكل هوبرمان. وهتلاقوا برضه هو الحركة بتاعتها انها بتفتح بشكل دايرة، برضه هو شكل هوبرمان ممتاز في الحركة دي، ان هو يخلي الشكل ثابت وبيتحرك بشكل متناغم سواء كان في الوضع الديبلويد او في الوضع المضمون. بعد كده هندخل في التنسال ستراكشرز، بس احنا هنتكلم بس في التنسال ممبرين لان دي اخطر امثله موجوده، لان التنسايل النوع الثاني يعني هو الجزء ده اللي احنا هنتكلم فيه اكتر، النوع الثاني ده لسه ما ظهرش منه حاجات بتتحرك كتير، وان كان في لسه مشاكل في الاعتماديه بتاعتها انها تتعمل في لارج سكيل بيلدينج او منشات بحجم كبير يعني. فهنا من ضمن الامثله المشهوره جدا طبعا مسجد المدينه، الخيام بتاعت مسجد المدينه برضو مثال دون هو استاد تورونتو، هتلاقي هنا الخيمة بتتحرك وبترتفع بشكل رأسي في الدراع ده، ثم حاليا هو السقف ده على فكرة حصل له فيلير وغيروه في سقف ثابت دلوقتي،
بس هو وقتها الكلام ده من كام سنة، حاجة وسبعين، ده كان يعتبر يعني فكرة جديدة أو أسلوب جديد في تنفيذ المنشآت الإيه القابلة للحركة. برضه ده ما يمنعش إن إحنا يعني إحنا اتكلمنا، تركيزنا كان قبل كده كان على حركة الهياكل الإنشائية أو حركة الأسقف، هندخل شوية في حركة الواجهات. زي مثلا معهد العالم العربي في فرنسا أو مركز الثقافة العربي في فرنسا، دون هتلاقوا إن حاول يستوحى شكل المشربية في نفس الوقت تطبقها بفكرة الديافراجم أو الريسبروكال ستراكشر، في إن هو عملها على شكل هو شكل المشربية، في نفس الوقت حركة فتحة عدسة الكاميرا فتقدر تتحكم في الإشعاع الشمس اللي داخل المبنى. هنا مثلا المنشأ ده من أمثلة مشهورة جدا، إن هو استخدم فولدد بليتس على الواجهة، وإن هو يقدر يدي بيها تشكيلات مختلفة ويقدر يحقق نسبة إظلال جوه المبنى وكده. ده البحر، أبراج البحر في أبو ظبي في الإمارات، ودي من ضمن الأمثلة يعني مميزة جدا اللي استخدمت فكرة الفولدد بليت ستراكشرز. وإن كان شوية هي فيها يعني حتى حركتها بسيطة جدا، إن هي معتمدة على بيستم واحد في النص هنا. بعدها في منشأ ده برضه حاول يستخدم بعض الماتيريالز الفليكسبل، إن هو يدي تشكيل اللي انتوا شايفينه دون، الحركة بتاعته هنا مقفول، بنقدر يتحرك بالشكل ده فيقدر يحقق برضه إضاءة ويتحكم في الإضاءة الداخلية. برضه من ضمن الأمثلة هو موفينج فيل موجود في شنغهاي في الصين، ده تصميم مكتب هيثرويك، وكان حاول يستوحي باستخدام شكل عواد البامبو في الواجهة، وعملها باللون البرونزي ده، وهي موجودة على ريل فوق وبتتحرك على كذا لير زي ما انتم شايفين، 3 لير وبيتحركوا ورا بعض كده، فبتقدر تديني تشكيلات مختلفة على الواجهات، بتقدر تتحكم في الأظلال الداخلية. بس هو في الأساس هو الغرض إن هو تشكيل متحرك أو تشكيل أتراكتيف أكتر. طيب إحنا شفنا مجموعة أمثلة سواء كانت الهيكل الإنشائية، هنجاوب على السؤال ده بقى، إحنا ليه محتاجين الحركة؟ في احتياجات وظيفية، ودي ناتجة عن زي تعددية الاستخدام، إن أنا أقدر أستخدم المبنى كذا استخدام، ده خلاني زي منشأ مثلا زي استاد فينيكس اللي اتكلمنا عنه من شوية، خلى المنشأ أقدر أستخدمه لكذا كذا نوع من المنشآت، أو أقدر أستخدمه كذا استخدام فأقدر أستغله وقت أطول، وده طبعا هيديني عائد اقتصادي أحسن. برضو في ان الاهداف البيئيه، زي ان انا استخدم مثلا ان انا اعمله شيدنج زي معظم امثله الواجهات الموجوده، او ان انا اتحكم في حركه الهواء في المبنى. في برضه الاعتبارات الجماليه، ان انا اعمل حاجه كانها اتراكشن او عنصر جذب، وان انا اعمله بشكل دايناميك فيجوال امباكت، خلي المنظر مش مجرد حاجات استاتيك، ده المباني كلها بتتحرك قدامي في بيديني experience مختلفة للمكان. وطبعا عائد اقتصادي ناتج عن كل اللي احنا شفناه ده، يعني لو احنا اتكلمنا عن السبب الوظيفي فاحنا هنتكلم في اعتدادية الاستخدام، فهيبقى اوفر من ان انا انشئ كذا منشأ بكل منشأ بوظيفة مختلفة، لا ده انا هعمل واحد بيعمل كل الوظائف دي. لو هنتكلم في النواحي البيئية، فهو العائد الاقتصادي هيبقى من ان انا بوفر استهلاك الطاقة، او يتم التوفير عن كذا حاجة تانية، ان الحلول الديناميك تقدر تتحكم مثلا في الحرارة في السولار جين في الكلام ده. النواحي الجمالية، ان هو طبعا اتراكشن فيقدر يجيب سياح اكتر، فطبعا برضه هيبقى له يعني عائد اقتصادي اكبر. فعلى الرغم من تكلفتها عالية، هي ممكن يكون العائد الاقتصادي بتاعها احسن من ان احنا نستخدم منشآت ثابتة. المنشآت برضه القابلة للتحول عامة هي لها استخدامات تانية، هي مش قاصرة على استخدامات العمارة، هي أساسا إحنا اللي مقتبسينها من التصميم الميكانيكي، بس هي ناس بتستخدم نفس الميكانيزمات دي في إنها تستعملها لاستخدامات طبية،
زي انا مثلا، في ناس حاولت تستخدم منشآت اللي هي التنسيجريتيف ان هو يعمل او يعمل زي حاجات تحاكي حركة العمود الفقري، او هنا مثلا ده الديبلويبل ستراكشر، ده هو دخل وبيقدر يشيل بيه الجلطات من الاوردة الدموية. وطبعا هو من ضمن الاستخدامات الشائعة جدا للمنشآت دي هي استخدامات اللي هي فيها طبقات الفضاء زي الأقمار الصناعية والحاجات دي. طيب خلصنا الجزء الأولاني، احنا ليه احنا محتاجينها، هنعملها ازاي، هو ده الجزء التاني من الموضوع. نرجع لجدول المحتويات اللي اتكلمنا فيه في الأول. احنا خلصنا الحمد لله الانترودكشن، تعريف والتطبيقات. هندخل بعد كده في متطلبات التصميمية التقنية والاعتبارات التصميمية وشوية أمثلة للبرامج والكتب اللي احنا هنتكلم عنها في الآخر. طيب نبتدي في ازاي هنصمم. احنا عامة كتصميم معماري احنا بنتعامل يعني براين لابسون او كذا واحد حاول يحط تراك للتصميم المعماري بس، او يحط منهجية للتصميم المعماري بيبتدي ازاي، بس هو في الاخر براين لابسون قال ملخص ان احنا عندنا المشكلة وعندنا الحل، وانا كأني حاطط دي شبكة بينج بونج في النص واتنين بيضربوا كورة، انا هروح اعمل اناليسز وادي على سينسيسز وبعد كده اروح ده مدي لده، فهي عملية تكرارية رايحة جاية ما بين الطرفين، كأن الحل والمشكلة كأنهم اتنين واقفين بيلعبوا بينج بونج قصاد بعض، وأنا محتاج مثلا أعمل تقييم المرة دي، لا ده أنا عايز أعمل تحليل، ده أنا عايز أعمل سينسيسز. فكل ده ما ينفعش أعملها بشكل لينير. بس التعقيد يعني احنا بنتكلم ان ده مدى تعقيد العملية التصميمية كتصميم معماري عادي، فنتكلم في تصميم متحول او قابل للتحول هندخل في مشكله اكبر. ان عشان اطلع كونسبت انا كمعماري خبير في الاركتكتشر ديزاين هضطر استعين بحد خبير بالميكانيكال ديزاين، هضطر استعين بحد خبير بالستراكشر ديزاين، وحد برضه عنده خبره بالروبوتكس. ويفضل ان يكون كل ده موجود حتى لو بشكل بسيط عند المعماري عشان يبتدي يحط كونسبت في الاول. مش لازم يكون عندك خبره كبيره جدا، بس على الاقل يكون عندك دراية بالتولز الموجودة اللي ممكن تحقق بيها التصميم اللي انت عاوزه عشان تعرف تحط حلول مختلفة وتقدر تتناقش مع الاختصاصات التانية. فأنا عشان أصمم منشأ قابل للتحول لازم أكون فاهم الأنواع وأقدر أفهم الديزاين تكنيكال كونسيدريشنز اللي هي الاعتبارات التصميمية والتقنية ومتطلبات التصميمية خاصة للسمارت والانتليجنت سيستمز، ده لو أنا حابب أعمل حاجات فيها ريسبونسيف سيستمز. أو والحاجة اللي بعديها برضو أقدر أعمل تكوينات بقى تصميمية وأقدر أقيمها عن طريق إن أنا أعمل التصميم الهندسي كينماتيك ديزاين أند روبوتكس، وأكون عندي دراية برضو بالستراكشر ديزاين حتى لو مبدئية، وأقدر أتحكم في الديزاين بروسيس ورك فلو ان انا اتحكم في خط سير العمليه التصميميه، ازاي ادير العمليه التصميميه ما بين التخصصات المختلفه، لان انا بعمل الكونسبت هحتاج اقعد واحد مختص بالروبوتكس معايا عشان يعرف اذا كنت بعمل صح ولا غلط او يقدر يقترح عليا حلول تانية. الموضوع في الاول وفي الاخر لازم يكون في تجاوب او يكون في تنسيق، خاصه في وضع الايه الحلول الاوليه او conceptual design. برضه لازم يكون المعماري عنده درايه ولو بسيطه ب ان هو يقدر يعمل ديجيتال اوبريشن اند كنترول، يقدر يتحكم، يقدر يعمل لو حب يعمل ماكيت يقدر يحركه على الاقل. احنا مش هنتكلم انه يعمل اوبريشن بسكيل كبير، دي شغله مهندسين مختصين اكتر، بس على الاقل لو انا هعمل ماكيت صغير على الاقل اعرف احركه باستخدام تولز بسيطه زي الاردوينو او مواتير السيرفو او الكلام ده. طيب الكونسبشوال ديزاين عشان اعمله محتاج افهم حاجه اسمها كاينماتيك سينسز، وده جزء من الماشين ثيوري او اللي هو نظريات تصميم الماشينز. وده في الاول احنا لما بنيجي نعمل كونسبت ببتدي اعمل كونسبشوال موديل اللي هو الموديل الاولي، وبعد كده ابتدي اعمل حاجه اسمها حساب ديجري اوف فريدم.
طبعا الكلام ده يعني بيبان اهميته لو انا بصمم منشا فولدبل او منشا فيه ترانسفورميشن عالي، انما السبيس فريم اللي بيتحرك من مكان لمكان عادي ده مش محتاج التعقيدات دي كلها في العمليه التصميميه. هنتكلم على حاجات زي البانتوجرافيك او الحاجات اللي هي الفولدبل، تمام؟ ساعات بيكون حساب الديجري اوف فريدم بيكون مسليدنج، ودي برضو مشكله كبيره. هحتاج ان انا اعمل ماكيتات لكل حاجة بفكر فيها، مش مجرد ان انا اقتصر ان انا استعمل المعادلة بتاعة الكينيتيك ديجري اوف فريدم فخلاص ده كده بيتحرك ده كده ما بيتحركش. مثال بسيط، لو احنا قلنا الموديول ده، الموديول ده لو قلنا ان كل عصب من دول متوصل بكرة او دي سفيريكال جوينتس، فالعام الوضع العام الموديول دي ثابتة ما بتتحركش، بس في الحقيقة كل عصب من دول بيلف حوالين نفسه. أنا لو حسبت كينيتيك ديجري اوف فريدم هتطلع لي 6، لأن كل واحدة فيهم بتتحرك حوالين نفسها، على الرغم من إن أنا لو عملت الماكيت بتاع الجزء ده هيكون ثابت ما بيتحركش. فالاعتماد على إن أنا أستخدم الحسابات في كل حاجة غالبا بيكون مش صح، يعني هو لازم أجرب وإيه وأصمم، ما يبقاش الموضوع ما تبقاش عملية خطية. الحاجة التانية إن أنا أعمل كيناماتيك أناليسز، وده الخطوة التانية في الموضوع، وده في طرق بسيطة اللي هي جيومتريكال ميثود، اللي هي زي الطريقة دي بسيطة جدا. لو أنا جبت 3 أعصاب، لو أنا عندي لينكج زي ده، فهو بمنتهى البساطة أنا جايب البرجل من عند نقطة A ويلف كده، وأنا عايز أشوف النقطة C دي هتبقى فين، فأنا عندي الدراع ده راح جايب برجل تاني هنا وده برجل تاني هنا، خلاص انا عرفت مكانها فين. هحرك دي كده، هروح انا جايب الدراع ده كده وموقف البرجل وايه وعامل كده. وحاجه زي كده ممكن تتعمل بجراس هوبر برضو، لو انا هقدر اعملها بطريقه جيومتريكال، او ان انا ما استخدمش اي معادلات رياضيه في ان انا استنتج مكان النقطه سي، تمام. الطريقه التانيه ان انا ممكن استخدم طرق رياضيه، وده لو انا هبتدي اعمل كود او ان انا استعمل برمجة في ان انا اطلع الميكانيزم اللي انا بعمله او قيم الميكانيزم اللي انا بعمله. في طريقتين مشهورين، في طريقة الفيكتورز لوب ده استخدام المتجهات، انا لو عندي كل عصب من دول ده يعتبر متجه، فانا هو متجه ده، فالمفروض ان المتجهات دي تديني في الاخر المجموع بتاعها صفر. فانا مثلا لو لفيت المتجه ده كده فانا هضيف عليه المتجه ده، فده يعني ايه هبتدي اقدر اقيم الميكانيزم بتاعي عن طريق المتجهات على اساس ان المفروض كلها ايه صفر. الطريقه الثانيه اللي هي ترانسليشن ماتريسز، ودي الطريقه اللي اصلا الكمبيوتر والبرامج اللي بتعمل كيناماتيك سيموليشن بتشتغل بيها، هو ان انا بعتبر ان كل اوبجكت له نقطه اصل خاصه بيه وبنسبها للاوبجكت الثاني، سواء كانت بزاويه ميلها او بايه بطولها كمتجه، تمام. فانا بتعامل مع كل اوبجكت كانه عنصر متصل منفصل وله نقطه اصل خاصه بيه، وبنسب النقط دي كلها لنقطه الاصل الاساسيه بتاعه الميكانيزم عندي. بعد كده في الكونسبت بعمل حاجه اسمها تقييم، ان انا بستعمل فورورد اند انفرس كايناماتكس، والفرق ما بين الجملتين ممكن اقوله بالمثال ده، ان انا مثلا في الحاله دي لو انا عندي اللينكج اي بي سي دي، فانا لو انا عندي المعلوم هو زاويه سيتا فاللي مش معلوم هو سي، يعني انا بحط سيتا وبشوف بعد كده السيتا هتبقى فين بعد كده. الطريقه الثانيه اللي هو الانفيرس، ان انا لو عندي النقطه سي انا عايز السي في المكان ده، الزاويه دي تبقى كام؟ المفروض ان ده يساوي ده، يعني المفروض ان لو انا حطيت الزاويه مثلا 30 درجه فتديني السي في البوزيشن ده، لو انا عوزت السي في البوزيشن ده فالمفروض الزاويه دي تبقى 30. على الرغم على فكره الميكانيزم ده فيه حاجه انه لو ما اتحكمناش في الزوايا بتاعه الجوينتس دي ممكن يحصل ان زاويه سي دي تبقى كده، ده امر وارد، يعني ممكن الميكانيزم يحصل فيه فيلير ويبقى كده. فانا المفروض التصميم بتاعي يراعي بقى الحته دي، يعني انا دلوقتي مكان سي لو انا حطيته هنا ممكن يتحقق برضو بان الدراع ده يقع لتحت، ففي الحاله دي انا محتاج ان انا اعيد تصميم. فعشان كده بقول ان انا لازم اصمم في الاتجاهين، ان انا اعملها فورورد ومره اعملها انفيرس واشوف الاثنين هيشتغلوا مع بعض او متطابقين لبعض ولا لا.
بعد ما نتأكد من التصميم إن إحنا وصلنا لمرحلة معينة فيه أو وصلنا في التصميم اتأكدنا خلاص إن الكونسبت بتاعنا، هندخل بعد كده في مرحلة تانية اللي هي مرحلة التصميم الإنشائي. والتصميم الإنشائي هنا في نقطة مهمة جدا، إن المنشأ عندنا بيتحرك مش منشأ ثابت. ما ينفعش طبعا احنا في العادي التصميم الانشائي احنا بنصمم على وضع معين، وضع واحد وخلاص، بنبقى احنا خلصنا التصميم المعماري وادينا الانشائي صمم الانشائي على الوضع اللي انا اديته له وعمل التحليل حسب الديفليكشن او اي نقم الحسابات بتاعته وخلاص. في المنشآت المتحركه لا، ده انا لازم اشوف كل الستيتس المتوقعه للايه للحركه بتاعه المنشأ بتاعي. في الحالة دي لو خدنا بالنا هتلاقي، لو انا مثلا عندي الكرة دي بتتفرد بالشكل ده اللي هي الهوبر مانسفير اللي اتكلمنا عنها من فترة من شوية، هتلاقي هنا هو بيتكلم ان هو مضموم مفيش اي ستريسز خالص، بس هو بيتحرك. ده بيحصل ان الستريس بيقعد يزيد لغاية لما يوصل لبيك معينة، وبتبقى غالبا في مرحلة في النص، ما بتبقاش في اول ستيت ولا في اخر ستيت. وبعد كده بيبتدي ستريس يقل تاني لما يوصل للايه للستيت النهائي. فانا لما باجي اصمم المفروض ان انا بصمم على الورست كيس اللي هو الوضع ده، وبرضه ده ما يمنعش ان انا ايه اشوف دول. ففي الغالب احنا بنروح شايفين مثلا 10 ستيت او 15 ستيت للمنشأ، وابتدي اعمل تصميم انشائي لكل ستيت من دول، او اعمل تقييم للايه للمنشأ بتاعي عن كل ستيت من دول. تمام، فهو من الضروري ان انا اعمل فاينات اليمنت على كل ترانسفورميشن ستيتس اللي عندي. من ضمن التولز اللي ممكن تساعدنا في الموضوع ده ان انا استخدم الجينيتك الجوريزم مع الفاينات اليمنت، وده ان احنا لما يكون عندنا مثلا الديزاين بتاعنا نقدر نعمل نحوله الفاينات اليمنت موديل، بعد كده اعمل عليه تحليل، بوصل للشكل بعد التحليل اعمل له اوبتمايزيشن، ده في العادي، وبعد اوبتمايزيشن بعمل نيو ديزاين. في التحول طبعا بيبقى ديزاين نفسه بقى نفسه هو اللي بيتغير، فهقعد الف كل اللفه دي واعدل في التصميم، يعني مثلا دي الستيت الاولانيه، دي الستيت الثانيه، دي الستيت الثالثه، وابتدي اعمل اوبتمايزيشن على كل ستيت من دول. فطبعا الموضوع بيبقى اعقد من انا اصمم منشا ثابت. طيب عرفنا طريقه التصميم او احنا المفروض نعمل ايه في التصميم. هنخش بعد كده في الاعتبارات التصميميه اللي ممكن المفروض نتبعها او نراعيها واحنا بنصمم منشآت القابله للتحرك والتحول. فاول حاجه الاعتبارات المعماريه اللي منها اعتبارات خاصه بالتخطيط، زي مثلا الحل بتاعنا هل هو مجدي ولا لا، فيزيبيليتي اوف سولوشن، الاكويبمنت رومز لو انا عندي معدات وتجهيزات مكان للمواتير الكلام ده، فابتدي اعمل حسابها في التصميم المعماري بتاعي، موفمنت تراكس حركة المنشأ نفسه هتبقى فين مكانه فين، مفيش حاجة تعترض الحركة بتاعة المنشأ بتاعي. برضه أشوف متطلبات الصيانة، أنا مثلا محتاج أعمل سلالم مثلا لصيانة السقف، مثلا محتاج أعمل مكان أعمل فيه صيانة المنشأ أطلعه تاني. برضه المفروض أراجع على علاقته بالجزء الثابت من المبنى أو substructure بتاع المبنى. الاعتبارات التانية الاعتبارات البيئية، هو طبعا ان انا اشوف اصلا هل هو كحل بيئي حل افشنت ولا لا، واشوف برضو علاقته بالوسط المحيط، اشوف تأثيره البيئي، واشوف مثلا الضوضاء اللي ناتجة من الحركة بتاعته، الخواص بتاعته، خواص المواد اللي مصنوع منها، واتصاله بالمنشأ برضو وعلاقاته. مثلا لو مثلا عندي جزء بيتحرك وفي جزء ثابت، فطبعا هيحصل هنا تسريب للهواء، فانا ازاي مثلا اعالج منطقة زي دي. فالوصلات والكونكشنز ما بين الجزء اللي بيتحرك والجزء الثابت برضه المفروض ارجع. بعد كده في مجموعه اعتبارات هندسيه او جيومتريكال اند ميكانيكال كونسيدريشنز، حاجات خاصه بالتشكيل الهندسي التكوين الهندسي والميكانيكال ديزاين بتاع المنشا. فانا طبعا بحاول اسعى ان انا ابسط التصميم على قد ما اقدر، عشان كده هتلاقوا الحلول اللي هي مفيش فيها تطبيق او فيها، يعني هتلاقوا مثلا المنشآت اللي بتتحرك بشكل خطي او دوراني شائعة في الاستخدام على ان انا استخدم منشأ بتطبق وتفرد، لان اللي بتطبق وتفرد تصميمه بيبقى اعقد في وفي نفس الوقت مكون تصميم اعقد، مكونات اعقد، صيانة اصعب وهكذا.
برضه بحاول ألجأ ان يكون التصميم بتاعي موديولر على قد ما اقدر عشان احقق ماس برودكشن، عشان اوفر في التكلفة على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت اتحكم في السلوك بتاع الحركة. زي ما شفنا من شوية لما جينا شفنا اللينكج، ان انا ممكن احقق النقطة سي، ممكن يحصل دروب اصلا للدراع ده، يطلع له النقطة سي هنا برضه بس حصل دروب الدراع. فانا لازم ان انا اتحكم في البيهيفيور بتاع المنشأ، يكون فعلا لما يجي يتحرك يديني الحركة اللي انا متوقعها ليه. بعد كده الاعتبارات الجمالية، لان انا منشأ ده في الاول وفي الاخر الناس كلها هتشوفه، وهيكون منشأ ثابت فلازم يكون مرتبط بالوسط المحيط، فطبعا لازم اخد باعتبار الاعتبارات الجمالية للمنشأ بتاعي، غير طبعا deployable structures ممكن ما راعيش فيها الجزء ده قوي. بعد كده هنخش في التكنيكال كونسيدريشنز، ودي في جزء منها اتكلمنا عنه زي ما اتكلمنا في الاستراكشر ديزاين. طبعا المفروض اراعي الديد لود واللايف لود والانفايرمنت لود زي الرياح والزلازل والتلك. برضو لازم اخد بالي من ان انا هصمم على كل الحالات بتاعت المنشأ. طبعا لازم اتحكم في السرعة على قد ما اقدر، السرعة الزيادة هتبقى خطر عندي. انا مش مهم عندي ان انا اعمل منشأ بيتحرك بسرعة، اكتر ما يهمني ان يكون استجابته تكون معقولة بالنسبة للاستخدام بتاعه، بس وقت ما يحصلش فايبريشنز عالية ممكن توقع لي منشأ. برضو لازم احط بلانز للسيفتي والمونيتورينج، حاجات تخص الامان والمراقبة للمنشأ. بعد كده النقطة التانية هنتكلم في الماتيريال سيلكشن. طبعا لازم عشان خاصة لو هستعمل حاجات فليكسبل وحاجات فيها جوينتس كتير وكده، فلازم تكون ديورابل، اللي هو في اكسبكتنسي بتاعها يكون عالي، وزنها طبعا لازم يكون قليل على قد ما نقدر مع الديورابيلتي. وكل ده لازم نراعي التكلفة، ويفضل طبعا انها تكون سستينبل وان انا اقدر اعمل لها مينتيننس، اقدر اعمل لها صيانة. في ناس بتتكلم في حتة النظافة مثلا، يعني لو انا هستخدم مواد فيها نانو كوت مثلا ما توقفش على تراب فيبقى احسن، عشان ما احتاجش ان انا اعمل صيانة دورية ليها. ندخل بعد كده للمينتنس اند اوبريشن سيفتي. انا ده برضو بعض الاعتبارات اللي هي مثلا لازم اراجع المواصفات بتاعت المنشأ بتاعي عشان اقدر اعمل الخطط بتاعت الصيانة، سواء كانت الصيانة الدورية او الصيانة المفاجئة. وده يحتاج ان انا اعمل كولابوريشن مع التخصصات التانية واعمل تنسيق معاهم، واحاول احط خطط لمنع المخاطر. يعني مثلا لو حصل مثلا ان المنشأ بتاع السقف بتاعي وقع مرة واحدة، فانا المفروض اراعي في التصميم، لو خاصة مثلا منشأ خيامي، فانا هحط كابلات زيادة بحيث لو وقع من حد معين تشيله مثلا. فدي بعض الحاجات اللي المفروض اراعيها وانا بصمم المنشأ بتاعي واحط المواصفات بتاعته. وفي في الاخر ان انا محتاج ان انا اعمل لوج، حاجة تعمل مونيتورنج برضو وبتعمل ريكورد لكل حاجة بتحصل، بحيث لو حصلت مشكلة مثلا والقرار التاني بقى احنا عرفنا احنا حليناها ازاي قبل كده، او المشكلة دي مثلا قرارات كتير طب احنا محتاجين نعيد تصميم الجزء ده، وهكذا. واخر حاجة طبعا الاعتبارات الاقتصادية، نشوف المنشأ بتاعي ده هل التكلفة بتاعته مقارنة بالعائد، ان انا اشوف لايف سايكل كوست، اوبريشن كوست والكلام ده كله، لان تكلفة منشأ زي ده طبعا المنشآت دي عامة بتبقى تكلفتها عالية، وان انا احط تصميمات جديده بتبقى تكلفتها اعلى، لان انا اخش في بروتوتايبنج ومراحل تصميم مختلفه، ففي الغالب بتبقى الناس بتميل للحلول اللي موجوده قبل كده، فلا طب لا هتحل من اللي موجودين قبل كده، حاجه مضمونه احسن من ان احنا نفكر في حاجه جديده. وده غالبا بيقلل الكرياتيفيتي في الحلول دي على فكره، يعني بيخلي الناس برضه محكومه في التصميم قوي، لانها بتبقى خايفه، خاصه لو بنتكلم في حاجات وايد سبان زي الاستادات والحاجات دي. بعد كده دي بقى المرحلة الأخيرة، أنا آسف إن أنا طولت عليكم. هنخش في Design and Evaluation Software، اللي هي البرامج اللي ممكن استخدمها في التصميم والتقييم. إحنا زي ما خدنا بالنا من الاعتبارات، إن إحنا في عندنا تصميم مبدئي Kinematic Analysis، في Structural Design، وفي Prototype Operation. أنا هبتدي أعمل فكرة
ابتدي اعمل تحليل الحركه واعمل ستراكشر ديزاين تصميم انشائي، وابتدي اعمل تحريك للبروتوتايب لو انا عملت ماكيت. واحنا قلنا احنا ايه اهميه ان احنا نعمل ماكيت، لان ما ينفعش ان انا اشتغل التقييم بتاع كاينماتيك اناليسز ده لغايه دلوقتي ما فيش حاجه دقيقه ليه. البرامج اللي ممكن استخدمها، هو اكتر حاجه يعني الناس بدات تستخدمها الفتره الحاليه هي رينوسورس مع جراس هوبر، وكاينماتيك اناليسز في الحاله دي هنستخدم الكانجرو، خاصة لو بستعمل Folded Blade Structures. كانجرو ده بلاجن بيتحط موجود في الجراس هوبر، والتصميم الإنشائي هيتم عن طريق الكرامبا. وميزة الكرامبا إن هو Instant، بيقدر يدي النتيجة وأنا شغال في التصميم، فأنا أقدر أعمل تقييم إنشائي على طول وأنا شغال. والكرامبا برضو بيتسطب للجراس هوبر. وبعد كده البلاجن الاخراني اللي هو فاير فلاي، ده اللي اقدر اطلع الداتا بقى من جراس هوبر وابتدي انقلها للاردوينو عشان اعمل حركه للبروتوتايب اللي انا هشتغل عليه. في برامج تانية زي مثلا اوتو ديسك فورس افكت، وده برنامج لطيف جدا لان هو تقدر تسطبه على موبايلات الاندرويد وتقدر تعمل تصميم لميكانيزمات عليه وتقيمها. حلو ان انا بقدر اعمل سكتش على طول بالقلم كده واقدر اشوف اختبر بيه ميكانيزمات. هو مش دقيق قوي بس الى حد كبير جدا هو افكتيف جدا يعني في التصميم. ممكن نستعمل التولز بقى بتاعت التصميم الميكانيكي كلها، وده انا ما اقدرش اقسمها لان هم دول مع بعض يعني، يا اما استخدم الفيوجن مع داينامو او الاوتو ديسك انفرتر مع داينامو. كل دول يعني الانفنتور بيقدر يعمل اناليسيس اصلا كينماتيك اناليسيس، ويقدر يعمل ستراكشر ديزاين في نفس الوقت، وان كان هو هيبقى ابطأ بكتير جدا من ان انا استخدم الجراس هوبر مع الراينو. بس مع الداينامو برضو اقدر ان انا اعمل ان انا اقدر برضو احرك الاردوينو، او ان انا اعمل تصميمات برضو فيها ايه تفاصيل معقدة اكتر او حاجات بارامترية زي الجراس هوبر. واخيرا طبعا استخدام الكاتيا والسوليد ووركس واي برنامج بقى التصميم ميكانيكال بعد كده ده ممكن يفيدنا. بس انا في الغالب يعني انا بحب التولز في الاول، حتى انا في دراستي استخدمتهم، من دول اسهل في التصميم واسرع واخف على الجهاز من ان انا استخدم مثلا الكاتيا. الكاتيا ده لو انا فعلا وصلت للمراحل الاخيره كاتيا او الانفنتور، لو انا وصلت للمراحل الاخيره للتصميم ابتدي فعلا اقيمها عليه بقى، ان انا فعلا عرفت الميكانيزم عامل ازاي، مقاسات المفصلات قد ايه وكده، اقدر احط لها مواصفات والكلام ده على الانفنتور. في الغالب الجراس هوبر والراينو بيبقى الشغل عليه كونسبشوال اكتر من ان انا اشتغل على البرامج اللي موجوده تحت. برضه في الحركه في ناس بتقدر تحب تستخدم اللاب فيو، وده شبه الجراس هوبر شويه بس في التصميم الدوائر الالكترونيه وكده، وان انا اقدر اعمل برضه تحريك على الاردوينو. تمام، ودي برضه دي كده يعني ايه، انا ما قلتش كل برامج، انا يعني ده حاجه بسيطه جدا لمجرد امثله خلاص. وبعد كده ندخل في اخر حاجه وهي ايه الكتب اللي ممكن نقراها لو حبينا نعرف معلومات اكتر عن الكيناتيك اند ترانسفورمبل ستراكشرز. في كتب بتتكلم عن الموضوع بشكل نظري، منهم الخمس كتب اللي فوق دول من مؤلف واحد، وانا كان ليا الشرف ان هو ده كان المشرف، فهو كتب اللي هي ترانسبورتبل انفايرمنت 1 و 2 3 فليكسبل اركتكتشر واركتكتشر موشن، دول كلهم من تاليف روبرت كرونبرج. والكتب اللي تحت الديبلويبل ستراكشرز ده برضه بيتكلم عنها بشكل نظري، وده يعتبر يعني ده تقريبا 2015 من الكتب الجديده شويه مش جديده قوي يعني. انتراكتيف اركتكتشر ده بتاع مايكل فوكس اللي اتكلمت على التصنيف بتاعه، وده موف ده اللي عامله باتريك شوماخر ومجموعه موف، وده كتاب قوي جدا في حتى الاكواد اللي ممكن تستخدمها مثلا في كود الاتحاد الاوروبي، الاكواد اللي ممكن استخدمها في التصميم او ارجع لها في تصميم الاجزاء معينه في المنشات المتحركه. هو كتاب يعني من الكتب الجميلة جدا اللي منسقة الموضوع بشكل نظري وواضح ومثالث، يعني ينفع للإيه؟
للطالب اللي لسه عايز يبتدي يعرف يعني ايه عمارة ديناميكية او عمارة حركية. والكتب ده بيتكلم عن الكتاب ده بتاع ميزر عاصفي اللي انا اتكلمت عن التصنيف بتاعه اللي هو اتكلم عن Transformable Structures، وده من الكتب الممتازة جدا اللي تناولت الموضوع كأساليب تقييم وأساليب إدارة العملية التصميمية بالتفصيل واعتبارات التصميم. لو حابب تعرف أكتر في تفاصيل نوعيات معينة من المنشآت يبقى هندخل بقى في كتب تفصيلية شوية، زي مثلا في كتاب زي ده بيتكلم عن تصميم المنشآت اللي هي Foldable Plates اللي هي معتمد أساسا على فكرة الأوريجامي، أو نشوف كتب اللي هي بتاعت تنسيجريت ستراكشرز المنشآت المتكاملة الشد، ودول بيتكلموا في الغالب على المنشآت الثابتة اللي فيها التنسيجريت ستراكشرز مش المتحركة، بس في أجزاء منها بتتكلم عن التحرك بس لسه كونسبشوال لغاية دلوقتي. برضه في شوية كتب زي ال وروف ستراكشرز، ده من الكتب الممتازة جدا في تصميم المنشآت اللي هي بتتحرك من مكانها خاصة الاستادات. الكتاب ده جاب تفاصيل الإنشائية حتى وتصميم المنشآت دي، سواء كانت كأحمال أو كاعتبارات تصميمية وتقييم لبعض المشاريع دي، خاصة في مشاريع منها حصل فيها فيلير وكده، فاتكلم عنها برضو واتكلم عن مشاكلها. الكتاب ده قوي جدا، هو ده كان من سنة 2000 بس، يعني من الكتب المهمة جدا في المنشآت اللي هي بتتحرك، مش الفولدبل اللي هي زي السبيس فريم اللي هو يقدر يتحرك حركة خطية أو حركة دورانية، مش المنشآت اللي هي الفولدبل أو الترانسفورمبل بار ستراكشرز. تمام. الكتاب ده برضو كتاب تاريخي بيتكلم عن الفولدنج اركتكتشر، وده اللي اتكلمت زي مثلا الأمثلة اللي جبتها لكم بتاعة المستشفى والحاجات دي كلها من الكتاب ده. ده مركز اكتر على المنشآت اللي بتدور بس، بس ده كتاب تاريخي ما فيهوش حاجات تخص الديزاين قوي. والريسبروكال فريم اركتكتشر ده بيتكلم عن منشآت الريسبروكال والتصميم الانشائي بتاعها بس في الوضع الثابت مش متحرك، بس ده يعتبر اساس لتصميم نوع متحرك منه برضه. ندخل بعد كده في كتب ادفانسد شويه، بس ده ما ينفعش ابتدي فيها، يعني انا عايز تدخل في الكتب دي لازم تكون على الاقل قريت كتاب من الكتب اللي فاتت. ده الكتاب اللي على الشمال ده بيتكلم عن جيومتريكال ديزاين، هو كتاب اسمه موشن ستراكشرز، وده بيتكلم عن المدخل استخدام الماثيماتيكال ابروتش لتصميم المنشات او الحاجات الفولدبل والديبلويبل ستراكشرز. واللي على اليمين الاستراكشر مركز اكتر في الاستراكشر ديزاين، الكتاب الاحمر ده تركيزه اكتر على المنشآت اللي هي التطبيقات اللي هي اير سبيس انجينيرنج، يعني اكتر مش منشآت ارضيه، معظم المنشآت في الفضاء اللي هي زي الاقمار الصناعيه وخلافها، وده مركز اكتر في المنشآت الارضيه، المنشآت اللي هي القابله للضم والبسط او الديبلويبل اند ترانسفورمبل ستراكشرز بس اللي هي الارضيه، فده بيتكلم اكتر على الارض وده بيتكلم في الفضاء. في الاخر هنقول برضو في دي مواقع لبعض الشركات اللي ممكن ترجعوا لها المختصه اكتر بتصميم منشات قابله للتحول او ترانسفورمبل اركتكشر، زي يوني سيستمز وهوبرمان اسوشيت وهيثرويك واس ال روش. يوني سيستمز اكتر مركزه على سبيس فريم، مش شغالين فولدبل كتير. هوبرمان اسوشيت شغال فولدبل اكتر واللي هو بار ستراكشرز. هيثرويك عملت شويه حاجات كرييتيف ومعظمها برضو في النوع ده اللي هو فولدبل بار ستراكشرز، والاس ال راش دول طبعا دول بتوع التنس زي خيام الحرم، هم اللي بيسموه خيام الحرم وخيام مسجد الحسين. اخيرا احب اقول كود كان قاله بكمستر فولر بختم بيه البرزنتيشن بتاعي، هو بيقول society operates on the theory that specialization is the key to success not realizing that specialization precludes comprehensive thinking، ان التخصص الزايد ممكن فعلا يحد من المعرفة الشاملة للامور. ف
لما جينا اتكلمنا على الترانسفورمر كان لازم يكون على الأقل في دراية ولو بسيطة ببعض التخصصات التانية عشان تبتدي تصمم المنشأ بتاعك. شكرا جزيلا ليكم، ودي معلومات التواصل بتاعي لو حبيت تسألوا أو تستفسروا عن أي حاجة. شكرا جزيلا. جزاكم الله كل خير يا دكتور، ألف شكر لحضرتك. لو ممكن دكتورة ديانا أو دكتور حسين يشرفونا بمداخلة. السلام عليكم، أنا وعليكم دكتورة السلام ديانا ورحمة. زميلة الدكتور حسين عندنا في جامعة الزقازيق. أنا بس كنت عاوزة أعبر عن يعني تقديري للموضوع وقد إيه هو مشرف، وأتمنى له دايما التوفيق والنجاح، وأحب أسمع كتير تاني في الموضوع ده لأنه هو فعلا موضوع شيق. شكرا جزيلا يا دكتور، ورب اسمع من حضرتك كل خير، ورب اكون عند حسن ظن حضرتك دايما. كتر خيرك يا دكتور حسين والله. طيب في اي حد عنده اي مداخله او اي اسئله؟ اتفضل. تفضل شو نسأل. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسموح لي أعمل مداخلة؟ طبعا. الأول أنا بتقدم بخالص الشكر، عميق شكر للدكتور حسين، الحقيقة محاضرة راقية وثرية وفيها مجهود فظيع وموضوع يعني جديد وفيه كل الصفات الجميلة يعني. ففي البداية بس بتقدم بالشكر لأخونا المحترم الدكتور حسين، وعندي بس تساؤل بسيط بعد إذن حضرتك. يعني تفضل حضرتك. هو يعني إحنا البيز الكبيرة بتاعتنا أيا كانت التخصصات العلمية الدقيقة بتاعت كل مننا، اللي بيشتغل في استدامة، واللي بيشتغل في تكنولوجيا بناء، واللي بيشتغل في تاريخ ونظريات، واللي بيشتغل واللي واللي، لكن في النهاية إحنا لينا ماركت، اللوكال ماركت اللي إحنا يعني بوجه عام بنستهدفه أو الماجوريتي بتاعتنا بتستهدفه. بيتهيألي إن إحنا في ليميتيشنز بأتيتيود معين كده في الشغل. لما بشوف المحاضرة زي بتاعت الدكتور بحس إن مغمض عينيا وبعيش أحلام جميلة وسعيدة في عالم العمارة بالتطور التكنولوجي الباعث والمانح لهذه الأفكار. هو السؤال باختصار بقى في عبارة تلغرافية، هو الفجوة بين بنقول ايه Egyptian real context، السياق اللي احنا بنعيشه، وبين الأحلام دي في كلمة واحدة هيقولها لنا الدكتور حسين. هو من المحتمل ان احنا نركب هذا الركب، ولا الكلام ده يعني بين قوسين للفرجة بس؟ وجزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا. سؤال حقيقي، هو فعلا سؤال جميل جدا، والنقطة دي يعني فعلا دايما بسألها لنفسي يعني. بس هو في الغالب يعني في شوية حاجات بنحاول نضيفها حتى لو على سكيل بسيط. يعني أنا في مصر حاولت أعمل تصميمات فعلا فيها فولدنج وكده، يعني مثلا عملت لواحد قريبي تصميم لغرفة، كان هو عنده أوضة 3 في 5 وعايز يحط فيها سفرة وأنتريه وصالون، قلت إزاي هتعمل لي كل ده في فراغ زي ده؟ بمنتهى البساطة فكرت إن أنا أعمل ترابيزة السفرة بتطبق في الحيطة، ومكتبة التلفزيون تكون موجودة، فده حل المشكلة فعلا بسيطة، وعلى فكرة بتواجه ناس كتير جدا. فهي كده يعني، مش لازم تكون حاجة بلارج سكيل، مش لازم تكون حاجة هاي تك. احنا بنتكلم في حلول حتى لو حاجات فرنيتشر وحاجات في الخشب، حاجات بسيطة صغيرة، ليه لا ما نعملش حاجة زي كده؟ ليه ما يكونش عندي الأساس العلمي أو النظري اللي يخليني أقدر أصمم حاجة زي كده حتى لو بسكيل بسيط أو بسكيل ضيق؟ ممكن يعني نستفاد بحاجات زي كده، فإن احنا نتطرق أو نتعلم حاجات فيوتشرستيك أو حاجات فيها ميكانيزمات أو حاجات فيها الكلام ده، هو ده مجرد توسيع مدارك.
بالحلول اللي موجودة أو حلول مطروحة، بحيث لو حد حب يرجع لها في أي وقت، حب يصمم، ما يحسش إن في عائق قدامه إن هو يحقق أو يطلع تصميم اللي هو عاوزه. معذرة وأتمنى يا دكتورنا، هو لو تسمح لي كمان مداخلة صغيرة. اتفضل. هو أنا في إيدي دلوقتي بروجيكت عبارة عن مجمع مدرجات. مجمع المدرجات ده متصمم قديم، فأنا بعمل له أبجريدنج. الحقيقة طبعا إحنا كمعماريين دايما إحنا أول كده كلمة في السطر، فإحنا اللي دايما بنتعامل مع الزبون، وإحنا اللي بنستوعب المشاكل، وإحنا اللي بنقعد نطبطب على ده ونسكت ده إلى آخره، على ما نقنع الناس بشوية أفكار احنا نفسنا لابد نكون اساسا مقتنعين بيه. مظبوط كده؟ تمام. طيب اذا كان المدرج ده على قديمه بمواصفات ما، اجد ان الترند كله مش مساعدك يا ايها المعماري انك انت تحقق حتى ابسط الافكار القديمه اللي اتعلمناها من واحنا في اولى اعمار الفن العلمي، اقامه مباني تتوافر فيه شروط المنفعه شروط التهويه والاضاءه والمنظر الجميل. كل الكلام ده اتقفل نتيجة إن أنا هلاقي جنب مني اللي المفترض إنهم جزء من التيم ورك بتاعنا اللي هم بتوع ميكانيكا وبتوع كهرباء، يقول لك يا دكتور والنبي الكلام ده بقى قديم قوي، باللفظ كده الكلام ده بقى قديم قوي اللي بتتكلموا فيه، بلا استدامة بلا تهوية بلا تشميس بلا لودز حرارية بلا ميكانيكية بلا غيره، ويلا نقلب المدرج ده. أهو المدرج الكباسي بتاعه مش صغير، يعني بنتكلم 600 بني آدم أو 700 بني آدم في مدرج زي مدرج كبير. لما نيجي يقول لك اقفل الكلام ده هيئة بوكس واعمل لي سنترال اير كونديشنج، ولا تتكلم لي بقى فلوفرز ولا حاجات بقى متحركه ولا غير متحركه، ولا الدنيا بالنهار حلوه ولا الجو كويس فنفتح الدنيا للهواء والى اخره. ففكره انه تيجي لنا العامله البسيطه تقول لك يا دكتور والنبي خد بالكم انا الشبابيك عاليه، انا لما بيتساب شباك واحد مفتوح بكون ملمع المدرجات والبنشات، بصبح تاني يوم الاقيها تراب. كلمة بسيطة من شخص بسيط لكن تستدعي منك انك انت حضرتك تشوف لها حلول. لما نيجي نسقط الحلول دي على ارض الواقع نلاقي نفسنا دخلنا في القصة الجميلة بتاعت الدكتور حسين، قصة الميكانيزمات. الميكانيزمات دي بقى اللي احنا بنشوف لها حلول لشباب. او حاجة في وسط الكلام الكهرباء ونقلبها كده، ولا فعليا على ارض الواقع نقدر نلاقي حاجه، مش هنقول سمارت ولا حاجه كنترولابل، ولا وجهه نظر حضرتك يا دكتور؟ واسف على الازعاج يعني. ما فيش مشكلة، يعني أقول لحضرتك مثال بسيط، زي مثلا حضرتك اتكلمت دلوقتي على موضوع شباك عالي مثلا. طب ما في مثلا ميكانيزم قديم خالص اللي هو دراع بمفصلة ويكون طويل مثلا ارتفاعه 5 متر وأقدر أقفل الشباك وأنا واقف تحت، مع إن الشباك على ارتفاع 5 متر فوق. طب ما ده حل ميكانيكال وبسيط جدا وممكن تعمله عند أي حد يد، ومش محتاج يكون سمارت ولا محتاج يكون انتليجنت ولا الكلام ده خالص. ممكن العاملة ترفع الدراع وتقفل الشباك. أفندم بالفعل المبنى مليان من الدراعة دي وأنا شايفه خالص، لكن فعليا على أرض الواقع يظهر الناس يا دكتور حسين كانوا جدعان جامدين، فالواحد بيقدر يزق الدراع اللي طوله 6 متر ده فبياخد في سكته كده 4 5 شبابيك، فاللي كان كده محوري على محور أفقي فبيتقفل ده عايز النهارده 5 يزقوه، وقصة كده بقت غير مقبولة. إذا كان زميلك أصلا اللي بتاع ميكانيكا بيقول لك أنت بتكلمني في حاجة كده بقت متحفية أولد فاشن. إحنا فخلينا إن إحنا لو عدينا كده حتى نستفيد من التكنولوجيا، يعني وارد أو متاح أو نلاقي كده في السياق المصري حد كده نقول له لو سمحت اربط لي الكلام ده على سيستم كهرباء أو ميكانيكا، يقوم نقول له كده يطلع المحاضر كده بعد الطلبه بتوع او وات ايفر يعني او العامله، وانس ان هو كده يعمل سويتش اوف كل حاجه تتلم وتتقفل كده لغايه تاني يوم نلاقي الدنيا نظيفه. ده فكره بساطه يعني، انا عارف ان حلولها معقده بيتهيألي كده والله اعلم، لكن هو اليوزر عشان يوصل لحاله البساطه الشديده ان خلصت المحاضره ومشيت والطلبه والموضوع ده كده انفض، بيتهيألي ده هيعوز برضه شويه حاجات. كان سؤالي لحضرتك اكيد بقى من خلال سنوات المذاكره في العماره الحركيه ده، هي الكلام ده في السياق المصري بدا يبقى له بزوغ، بدا يبقى له وجود، ولا ما زال برضه احلام؟ هو انا ما اقدرش، يعني انا بالنسبه لي ممكن يتعمل، يعني انا شايف ان ليه لا، بس انا ما اقدرش اقول ان انا مدرك او عندي درايه باللي موجود دلوقتي في مصر ايه، لان مهما كان انا ما اقدرش اشوف كل المشاريع اتعمل فيها ايه. بس انا يعني اللي احنا عارفين في ناس بتعمل سمارت سيستمز في البيوت دلوقتي وبتطلبها،
فده معناه ان الامور وارده، بس ان انا اقنع بقى مثلا مستثمر في سكيل كبير يبتدي يستخدم حاجه زي كده، دي برضه لسه فيها كلام كتير. يعني زي مثلا موضوع الاسقف اللي بتطبق، انا شفت كافيهات في مصر عاملاها، وده اعتقد يعني ده معناه ان الموجود الحلول موجوده، بس الفكره ان انا اقنع بقى الانفستور او اقنع المستثمر او صاحب المنشأ نفسه اللي هيعمله. هو الجميل يا دكتورنا في حاجة، لما المعماري يطلع محظوظ ويلاقي زبون ثري وزبون عنده يعني حالة أو بواعث نفسية تدفعه إن يعمل شيء unprecedented، حاجة كده هو يتفرد بها ويتميز بها أيا تكلفة، ويرجع بعد أو فهمي في دراسات أو بحوث تالية يرجع يفلسف الكلام ده، والواقع كان حاجة تانية ساعتها. اللي في النهارده الكلام ده انا بيتهيألي كده اشبه، معلش كده، بملابس الرجاله والستات والبتاعات، لمجرد ان واحد كده هيروح يلبس قميص ثمنه 10,000 جنيه في المعتاد ان ثمنه 100 ولا 200 ولا حاجه، لمجرد ان هو يبقى عنده يعني القطعه الفريده اللي مش عند حد. لكن النهارده احنا مش بنتكلم حتى في دي، في المبنى اللي هيروح يجيب ثمنه في سنتين ثلاثه لمجرد ان الناس تنبهر بيه وتروح، لا بنتكلم في مدرج عايز يتعمل ابجريدنج، بدل ما كان بيتشد بالدراع الحديد اللي كان عايز واحد جامد شويه، فالواحد الجامد ده ما عادش موجود، بقت فيه ست غلبانه هي اللي بتلم المدرج بعد المحاضر. الكلام ده في ميكانيزمات خدت خطوه تطوريه سنه نقوم احنا حتى ناكل عيش عليها كمعماريين، نقول عملنا شيء، ولا نخلينا في القديم ونعمل بقى كده بالمتر المسطح توريد وعمل شبابيك الومنيوم مش عارف ايه بالمواصفات القديمه اللي كانت بتتعمل زمان وشكرا. هو الموضوع ببساطة يعني الموضوع لا ينفع يتطبق وممكن ما يكونش محتاج تكلفة عالية على فكرة. الحلول ممكن تكون مش غالية قوي، يعني مش هنقول دبل السعر، هي يعني ممكن تكون مثلا مرة وربع أو مرة وتلت. ممكن تكون أرخص على فكرة على اللونج تيرم. يعني الموضوع ده كله محتاج تقييم في الأول. هو مش معنى ان انا هي عملت ارخص، هي اكيد ارخص، اللي انا بفكر فيه اكيد ارخص لسبب ايه؟ لو سمحت، انا لو تسيب بتخيل المجال لناس تانية تسأل، يعني ناس ممكن لو سمحت يعني كده ده حديث انفرادي، ممكن تتكلموا بعد كده مع بعض، وارجو ان يعني يبقى الوقت محدود لكل سؤال عشان في اسئلة كتيرة. انا عايز احيي دكتور حسين واشكره على المجهود اللي عمله، وأقول إن ده مشوار إحنا تفضل. ابتديناه مع بعض من 12 سنة، فاكر يا حسين؟ طبعا عمري ما انسى دكتور خالد ابراهيم نبيل ده. الدكتور خالد هو اللي اقترح اصلا ان انا ابتدي في الموضوع ده من سنة 2008، من اول ما اتخرجت من 2007. طيب، ونظرا لأن أنت ما شاء الله مجتهد وشاطر، كملت ودست في حاجات كتيرة جدا، ونرجع بقى لأصل الموضوع، إن ده شغل مستواه عالي جدا، بحييك عليه، وانت مريت بمراحل كتيرة فيه، وصعوبة العلم اللي احنا بنتكلم فيه ده ان هو مالتي ديسيبلينري وليه ابعاد كتيرة، معماري وانشائي وميكانيكا وكهرباء، ودي يعني ناس يعني من اولو العزم اللي يقدر يدخلوا في الحاجات اللي filling the gap in between. وبالمناسبة الناس اللي ليها قيمة بره والشغل اللي ليه قيمة هو الشغل اللي بيملى الفراغات ما بين العلوم التقليدية، ومش بالضرورة يكون ليه سوق دلوقتي. كل الناس الفيجنري اشتغلوا على حاجات كانت سابقة لأوانها، زي ما شفنا كده المباني اللي كانت من سنة 35 ولا من سنة حاجة و50 والكلام ده، وبعد كده بترجع تتطبق وليها ابليكيشنز بتظهر بقى كل شوية. ف لازم نكمل في الحاجات دي، وليها ابليكيشنز صغيرة جوه البيوت زي ما دكتور حسين كده شرح لنا ازاي حل مشكلة ليفنج روم والكلام ده. وأحب أضيف كمان بالمناسبة إن أنا بكلمكم دلوقتي من إسماعيلية، كان عندنا سينما هنا من الستينات، السقف بتاعها سينما صيفي، السقف بتاعها بيفتح ويقفل، من الستينات موجودة، يعني زي بالظبط هو ما عداش على حتة في المسجد النبوي اللي راح يا جماعة عمرة ودخل جوه المسجد، معرفش خد باله إن في أوبب بتتحرك سلايدنج على ريلز بتفتح. اكيد في ناس كتير منكم خدوا بالكم من الكلام ده ابلكيشن كان معمول هنا اهوت من 60 سنه. اوكي، احنا مش شرط عشان السوق حالته تعبانه او في ناس بتفرض القيم بتاعتها
علينا ان احنا نستكين وما ندرسش وما نتكلمش وما نطلعش للمستقبل. وبالمناسبة انا لسه الاسبوع ده طالع لي براءة اختراع في ابليكيشن من اللي بيقول عليه الدكتور حسين عصام، دي ممكن لما نتكلم فيها محاضرة لوحدها بعد كده. كنا اتكلمنا من شوية على الواجهات اللي بتتغير. الحمد لله حصلت على براءة اختراع على لوفرز سيلف موتورز، بتشتغل لوحدها، بتتبع مسار الشمس، تقوم تقفل زوايا الشمس اللي بتيجي دايما من الشرق ومن الغرب، اللي تكون الشمس صعبة جدا لان اللوفرز بتتحط على المباني وتكون فيها دايما فيها مشكلة ما بتحجبش حاجة. anyway انا مش عايز اطول، واشكرك تاني يا دكتور حسين، وربنا يوفقك وانت رفعت راسنا. شكرا، السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور مصطفى ربيع استاذنا الغالي، اتفضل. دكتور مصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام السيد الغالي، اتفضل. دكتور حسين، ازيك يا دكتور؟ اولا انت وحشنا جدا صراحة جدا جدا جدا، يعني دي اول حاجة. تاني حاجة بحييك على المحاضرة القيمة اللي مليانة معلومات، يعني مش عايز اقول لك من ايام، يعني فعلا ثرية جدا بالمعلومات، يعني زي ما بيقولوا اللبنانيين، انا دلوقتي في لبنان، الله يعطيك الف عافية. الله يكرمك يا دكتور، والله ده يعني ده شرف لينا والله ان حضرتك سمعت. انا هضم صوت الدكتور خالد. الحقيقه هو احنا يمكن الحمد لله مصر بيبقى كل فتره كده بيبقى يكون في زي ما بيقولوا جيل بيغير، جيل من التغيير. ممكن بتحصل فتره في مصر كده بيبقى فيها ركود شويه ونبقى ماشيين مع السوق ومع الاقتصاد ومع السياسه، بس بيحصل شويه في طفرات ان حد بيجي يغير. وانا اتوسم في الدكتور حسين ان هو هيكون من الناس اللي هيغيروا في مصر ان شاء الله في المستقبل، يعني لما يرجع بالسلام. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه لموضوع الدكتور حسين، على فكره هو بدا يتطبق فعلا في مصر، مش في مصر بس، كمان في الوطن العربي، وخصوصا هنقول في مصر في الاكاديميه بالذات. يعني بدات الاكاديميين بداوا فعلا يعملوا تطبيقات ويعملوا موديلز ويطبقوها في الحقيقه ويعملوا لها تيستينج ويعملوا لها ميكانيزم، وده في حد ذاته يعني بارقة أمل إن فعلا مباني فعلا بسكيل كبير إن شاء الله تتطبق يعني. فربنا يعني يديك ألف صحة وعافية، وإن شاء الله نشوفك قريب على خير يا دكتور حسين. بارك الله فيك. الله يكرم حضرتك، الله يكرم حضرتك، ونشوف حضرتك دايما بخير بإذن الله. جزاكم الله كل خير، الله يكرمك يا دكتور. في أي حد عنده أسئلة تاني؟ دكتور حسين، مرحبا. حابة أقول لك يعطيك ألف عافية، وبدي أقول لك كمان في لكم جمهور للبي أي أم أرابيا، لكم جمهور بلبنان، سو أنا دايما عم جرب تابعكم وأحضر المحاضرات، سو ثانك يو سو ماتش على الانفورميشن. ثانك يو دكتور حسين للمعلومات اللي عم بتقولها. أنا من لبنان، تخصصي كان بالبي اتش دي هو عن الكايناتيك. هلا للاسف بالبلاد العربيه ما في كتير يعني هالتخصص، بس يعني دائما نحن بدنا نجرب نشجع انه نفوت اكثر بهالمجال والتخصص، ونعطي بارقه امل مثل ما قال دكتور مصطفى ربيعه. فبدي دائما يعني هيك نكون في تفاؤل موجود، وان شاء الله قادرين نغير وقادرين نوصل لاحسن الامور، بس الامور بدها هيك نوقف حد بعض اكثر، نوسع المجالات أكتر، ننشر الانفورميشن يلي عنا لحتى الكل توصل لهم المعلومات، ونحن علينا نعمل اللي علينا، والباقي من يعني توفيق من ربنا. فثانكيو كتير لحضرتك. جزاكم الله كل خير يا دكتورة، وبالتوفيق، وأنا متابع الورش اللي حضرتك بتعمليها. في بقى سؤال من الدكتور علاء البنا عن تغطيات منشآت الاستادات بتحتاج لهيكل ستيل، ما هي البرامج اللي تستخدم في التصميم، ومع الأخذ بالاعتبار إن هيكل المنشأ هيكون خرسانة؟ وبالنسبة للمظلات المتحركة للصالات الرياضية، إيه هي البرامج المستخدمة لتصميمها؟ تمام. هو أنا عرضت بعض البرامج اللي ممكن تستخدم في تصميم الحاجات دي في السلايد الموجود هنا.
ودي معظمها يعني لو احنا نتكلم في اول خط اللي هو الرينوسيروس مع الجراس هوبر مع كانجرو في الكرامبا، اقدر اوصف البيز يكون خرسانه والسقف ستيل. فده عادي، انا ممكن اعمل توصيف للماتيريالز كده جوه الكرامبا، واعتقد الموضوع هيكون بسيط. بالنسبة لي الحاجات اللي فيها التنتس وكده، الناس بتستخدم كانجرو، بس هو كانجرو يعني نواجهه شوية تقريبية، بس في ناس استخدمت السوليد ووركس في الموضوع ده وده نتائج كويس، وده موجود له فيديوهات كتير على اليوتيوب. لو احنا دورنا على موضوع موديلنج الديبلويبل ستراكشرز، لو هو في الغالب الناس بتطلق على الموضوع ده ان هو يكون ديبلويبل. بس ريت تكون اجابتي يوافق يعني للزميل اللي سأل. باشمهندس بهاء اتفضل. السلام عليكم دكتور حسين. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحقيقه انا بشكرك على المحاضره الجميله ديت، وبشكرك برضو على رساله الماجستير اللي كنت جبتها من جامعه الزقازيق في 2015 بخصوص العماره الديناميكيه. أنا كنت مهتم 2008 بالعمارة الديناميكية بسبب بحث كنت قريته عن التغير المناخي وارتفاع منسوب المية. والحقيقة لسه النهاردة وصل لي أكسبتد على مؤتمر في الأمم المتحدة عن استخدام العمارة الديناميكية كحل للتكيف مع منسوب المية. فأنا بس واقف عند مرحلة الأوبريشن بتاعت البروتوتايب. يعني مين ممكن يستفاد منها بعد ما انا اعمله؟ يعني انا لو عملت بروتوتايب للمشروع بتاعي مين ممكن يستفاد مني بعده، او هطلع منه نتائج ايه؟ هو في الغالب هي المشكله كلها بتبقى في ان معظمنا احنا كمعماريين ما بيبقاش عندنا خبره بالمشاكل بقى بتاعه الكونستراكشن في المقاس الفعلي، لان احنا معظمنا بنحط في الاول مقترحات على شكل بروتوتايبس. عشان كده لما جيت اتكلمت بعدها عن الشركات المختصه بالموضوع ده، ان هم دول اكتر شركات فعلا اشتغلوا في الحاجات دي بسكيل كبير وسكيل فعلي، ولهم مشاريع كبيره قبل كده. هم على فكره مش شركات كبير، مش شركات كتيره يعني، هم يعني زي ما حضرتك شايف هم 4 شركات اللي انا قدرت اوصل لهم، وممكن يكون في مثلا 3 يعني، هم عددهم قليل ما اقدرش احصرهم كعدد. مش عارف حضرتك يعني ممكن تتواصل بقى معاهم تعرض عليهم مقترح هل هو فعلا يتنفذ، بس ده في الاول وفي الاخر معتمد على ان هل في حد هيمول الموضوع ده انه يتنفذ بشكل كبير ولا لا. ايوه تمام، شكرا حضرتك. عفوا حضرتك، جزاكم الله كل خير يا دكتور، ومحاضره رائعه وعاجزين عن الشكر. شكرا حضرتك. شكرا حضرتك، الله يكرمك، جزاكم الله. في حد عنده أسئلة تانية ولا خلاص كده؟ في سؤال من الدكتور علاء، ما تأثير الحركة على المنشآت العمارة الديناميكية في حال وجود زلازل؟ وهل نقترح الميجا بروجكت المشاريع عمل الموديل لها؟ هو الجزء الأول من السؤال يعني هو أنا ما تطرقتش ليه، الجزء التاني بس ممكن حضرتك تعيده. بس انا هقول لحضرتك الاجابه على قد ما عرفت بالموضوع. يعني الميجا بروجكت المشاريع، هل يقترح ان احنا نعمل لها موديل ليها؟ موديل ليها على الأقل. ممكن دكتور علاء يفتح المايك بعد اذنك يا دكتور. وكتب ان اقترح الميجا بروجكت المشاريع عمل موديل لها. هو عامه يعني انا مع الميجا بروجكت، يعني هو مثلا نتكلم في المنشآت اللي هي ذات الاسقف المتحركه، خاصه مثلا الكتاب ده تطرق على فكره الاحمال الزلازل واحمال الرياح واحمال التلج، ده اكتر واحد تطرق ليها في المشاريع اللي هي الوايد سبان ده، لو كان ده المقصود بالميجا بروجكتس اللي هو يقصد بيها الدكتور علاء. في بعض المنشآت القابلة للحركة واتكلم عنها الكتاب ده،
ان مثلا في منشأ بيكون معمول البيز بتاعته على شكل دايره وهو اصلا على محور، فكده كده هو بيلف، فلما بيكون في زلزال هو بيتجاوب مع الزلازل، وطبعا القوه هنا بتبقى موزعه بانتظام عشان الشكل دائري من تحت، وهو نفسه بيقدر يدور في الاتجاه ده، فيبقى في تجاوب في الزلازل ومبقاش فيه فراك، يعني ما يحصلش فيلير زي من المنشآت الثابته. انما انا خبرتي في موضوع الزلازل في الموضوع ده مش كافيه عشان اقدر ارد على اجابه السؤال ده، يعني انا يعني وجهت حضرتك ان ممكن تقرا الكتاب ده او تشوف الامثله المناسبه. طيب في سؤال، هل الموديل مهم في العمارة الديناميكية؟ عمايل النماذج مجسمات عامة لا مهم ولازم يتعمل، ما ينفعش يتعمل كونسبشوال خالص، لازم يتعمل بروتوتايب أبسطها، عشان يعني مشكلة زي اللي تطرقنا ليها في السلايد دي، إن أنا ما أقدرش أتحكم في البيهيفيور بتاع الحركة إلا أن لازم فعلا أكون جربتها قدام عيني، مهما كانت برامج السيموليشن عمرها ما تطلع مظبوطه، حتى لو حضرتك دخلت على الفيديوهات اللي بتعمل البرامج اللي بتعمل محاكاه لشكل الحركه عمرها ما بتطلع اكيوريت خالص، وبيحصل فيها مشاكل كبيره جدا، وزي ما اتكلمنا يعني مثلا مشكله زي اللينكج ده اللي هو احنا عندي الثلاث دراعات دول، احنا اتكلمنا عن حته ان ده ممكن لو انا عشان اجيب النقطه دي ممكن اصلا يتحقق مكانها بان انا ممكن الدراع ده يقع لتحت لو المفصله دي معموله 360 درجه، فتصميم المفصله ده لازم يكون ليه ليميت عشان اعمله. طبعا حاجه زي كده ممكن ما اخدش بالي منها، ده احنا بنتكلم في حاجه بسيطه، انما لو بتكلم في حاجه اعقد من كده مش هقدر اخد بالي منها غير لما لازم اعمل ماكيت ليها. تصميم الترانسفورمر ستراكشر مثلا لازم يكون في ماكيت. تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير. مع حضرتك. وألف شكر حضرتك. مهندس محمد بدوي بيسلم على حضرتك. يا باشمهندس. الله يكرمك يا دكتور، جزاكم الله كل خير. شكرا جزاكم. في حد عنده أسئلة ثانية؟ باشمهندس ياسر. تفضل دكتور حسين. ازي حضرتك؟ ازيك يا باشمهندس، اخبارك ايه؟ اخبارك وحشنا والله جدا. الله يخليك يا باشمهندس. انا عندي بس كذا نقطه عايز اعلق عليهم. النقطه الاولانيه فكره الديزاين بروسيس. الديزاين بروسيس انت وضحت فعلا في تايم لاين طويل فعلا في موضوع الديزاين بروسيس اللي بيحصل، بيبدأ حتى بموضوع التحليل سواء كان بيئي سواء كان اي حاجه تانية، وللاسف ده مش موجود في مصر بشكل كبير، وده يعني ده كان في كومنتس كتير جدا من الناس كانت بتتكلم عن في مشاريع موجوده في مصر ولا لا، بس للاسف انا شايف ان في مشكله كبيره جدا في النقطه ديت، ان ما عندناش اي نوع من انواع التحليل لحتى النيو كونستراكشن او حتى للاولد كونستراكشن اذا كان يحصل لها انوفيشن او لا. فدي اول نقطه كنت عايز اركز عليها. النقطه الثانيه الفيزيكال موديل. الفيزيكال موديل يعني يمكن حتى من ده كان مهمل جدا في موضوع الاكاديمي بشكل كبير جدا، حتى في الجامعه او في البكالوريوس لما كنا في الجامعات ما كانش فيه اهتمام رهيب جدا بالفيزيكال موديل، كان الموضوع بيعتمد على مور كونسبشوال مور سام ايمجز ريندرينج ايمجز وبس. بس الفيزيكال موديل فعلا يعني مهم بدرجه رهيبه جدا جدا، وبالذات في حاجه زي كده انك انت فعلا لو في اي مشكله تقدر تعرفها بشكل كبير، ما بتعتمدش بشكل كبير على البرامج بس، على قد ما الموضوع ملموس ان انت بتقدر حتى تبدا تشوف مثلا يوزر اكسبيرينس هتبقى عامله ازاي، تقدر تشوف الانفايرمنت هتبقى عامله ازاي، بتبقى فعلا حاجه محسوسه بشكل كبير. اخر حاجه السؤال بقى الاساسي بالنسبه لي، انت عايز تعمل ايه؟ انت ناوي تعمل ايه؟ انا بالنسبه لي انا شايف يا رب الدكتور حسين يقدر يعمل لاب في مصر، يعني يقدر يدمج الموضوع الاكاديمي مع موضوع الحاجه البراكتس شويه، ويبدا يدخل دوت على الاقل في الجامعه. يعني ده اعتقد ان كده هتقدر تفيد ناس كتيره جدا. ده اللي فعلا بتمناه. يعني انا بشوف هنا في حاجات كتيره جدا ريسيرش، وفي نفس الوقت فيها لاب بيبداوا يعملوا مشاريع وبيبداوا يشوفوا يبداوا يعملوا يعني اختبارات معينه سام اكسبيرمنتس، بحيث ان هم يشوفوا الدنيا ماشيه ازاي، يقدروا يخشوا في مشاريع، يقدروا يخشوا في كومبيتيشن. فده اللي انا بتمناه، واتمنى يعني يكون تفكيرك يا رب يكون ماشي في الاتجاه ده، ان انت تقدر تعمل ده في مصر،
خاص بالكاينتيك اركتكتشر وبس. واشكرك تاني، واحب اشكر الدكتور خالد نبيل لانه فعلا يعني من الناس اللي افادوني جدا، انت والدكتور خالد. ربنا يكرمكم ان شاء الله ونشوفكم في احسن حال باذن الله. شكرا. الله يخليك يا باشمهندس ياسر، وحضرتك كنت من الطلبه المتميزين جدا اصلا عندنا في جامعه الزقازيق. بشكرك جدا على المداخله بتاعتك. في الحقيقه وبالنسبه لان هو اعمل ايه، ان شاء الله يعني هحاول فعلا اسس الموضوع ده عندنا في جامعه الزقازيق، ان احنا نعمل لاب، وفي مش بس الكينيتيك اركتكتشر، لا هندخل بارامتريك ديزاين والجنريتيف ديزاين الكلام ده كله والديجيتال فابريكيشن. ويعني احنا لسه بنحاول نجيب الادوات اللي هنبتدي نستخدمها منها 3D printer والحاجات دي، وباذن الله يعني نكون نحاول نعمل حاجه، نبتدي ندرس الطلبه الموضوع ده. بالفعل اصلا يعني مارست تدريس الكينيتيك اركتكتشر في جامعه ليفربول ودرسته على مدار 3 سنين، والطلبه فعلا ادت نتائج كويسه، وكان المنهج تطور خلال ال3 سنين دول، والنتائج بتاعه المنهج ده واحنا تعاملنا مع الطلبه ازاي وكده، دي يعني هنشرها في بحث احنا الحمد لله لسه واخدين الموافقه بتاعته بقالناش اسبوع، هيكون في إيكادي 2021 ان شاء الله. يا رب يعني نقدر نعمل حاجه يعني تفيد الناس يعني هنا في مصر ان شاء الله. دي حاجه جميله جدا، يعني انا مبسوط والله فعلا سمعت حاجه زي كده، لان انا ده انا متوقعه منك، لان انا عارف يعني انا عارف الدكتور حسين، وعارف هو يعني من ساعه ما حتى كنت انت معيد عندنا في الجامعه انت ازاي بتبقى مهتم بكل حد ان توصله المعلومه بزياده كمان. ففكره ان انت فكره اللاب حتى في الجامعه الزقازيق، لان يعني الجامعه دي فيها فعلا فيها معيدين ودكاتره ما شاء الله على درجه عاليه جدا من الثقافه والقدره ان هم يوصلوا المعلومه. ففكره اللاب فعليا انا اتمنى ان انا اشوفها، واتمنى ان انت تكون مسؤول عنها يعني بمشاركه دكاتره تانيين، لانها فعلا هتفيد ناس كثيره جدا، وخصوصا ان المجال مفتوح اعتقد هنا في اوروبا بشكل كبير، واعتقد ان انت عارف الكلام ده كويس ان هو مفتوح هنا بشكل كبير، مش محكوم قوي زي ميدل ايست مثلا، محكوم في حتت معينه زي دبي او غيره، اللي هو اوريدي اصلا الديزاين بيبقى معمول هنا، ما بقاش موجود حتى في دبي، هو موجود اوريدي بيتعمل من هنا، في سواء كان في انجلترا او برشلونه او whatever فين بالظبط، بس مش معمول، ما فيش ستيل لاب ان هو يقدر يطلع الديزاين ديت او يطلع البروبوزلز ديت. بس شكرا ليك جدا يا دكتور حسين، واتمنى اشوف محاضرات تانية ليك في النقطه دي. حد عنده أي أسئلة تانية؟ تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير، ألف شكر لحضرتك. شكرا لحضرتك. طيب، نستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا جزيلا لحضراتكم، وشكرا للحضور، وألف شكر ليك. ألف شكر لحضرتك الصلاة، ألف شكر لحضراتكم، جزاكم الله خير، الله يكرمك. السلام عليكم.